الأهلي يكتفي بثلاثية رائعة في شباك الأشقاء ويلقن الهلال السوداني درسا قاسيا لن ينساه وتأهل لدور الثمانية عن جدارة واستحقاق. كابتن شريف ألف مبروك. مبروك كابتن أيمن، مبروك التأهل وحاجة جميلة جدا، مبروك للجماهير اللي راحت الملعب النهاردة ورجع فرحانة فرحانة بالتأهل. الشواهد بتقول ان كل بطولة بتحصل لنا نفس التصفيات في المجموعات بنفس الشكل ده، صحيح. احنا بنتأهل في اخر مباراة، والنادي الاهلي بيتعامل في الادوار اللي بعد كده بشكل تاني خالص. في اول استوديو انا قلت لك الحالة الرمضانية والشكل بتأثر كتير على لعيبة في البداية. انا ببقى صايم وبقى فطرت وكلها، بس برضو بيبقى في حالة تأثر، فبعض اللعيبة النهاردة كانت متأثرة، ولكن فرق كبير جدا كبير قوي بينك وبين اي فرقه ثانيه وفرقه الهلال. يعني الهلال عملوا اللي عليهم الحقيقه، راحوا وحاولوا يهدفوا بس عن طريق الاخطاء بتاعتك من انت، الميس باس بتاعك انت، انما كنت في حالتك الطبيعيه النهارده نطلع كسبانين 7-8 من اول هاف تايم لثاني هاف تايم بسهوله. و زي ما احنا قلنا في اول الاستوديو، عندك دكه تحت بدائل بالنسبه لك انت، وطالبنا بحسين الشحات لازم ضروره انه يكون موجود، والراجل يعني نزل واثبت. انا بالنسبه لي حسين الشحات ومحمود كهربا من الناس الفوت وورك بتاعهم والكوره بتاعتهم تقدر تغير نتيجه في اي وقت، عندهم من الحرفيه، عندهم من الفرديات، وعندهم من الهدوء ازاي يتعاملوا في الفرص اللي بتبقى موجوده، وده الواضح النهارده هو اللي اداك التفوق ده النهارده بالهدفين بتوع الشحات وهدف كهربا. الف مبروك للعيبه، لازم ان شاء الله الماتشات اللي جايه والفتره الجايه من فتره مضغوطه وضغط نفسي وعصبي على الفوز المهم ده، انما الحقيقه انا فرحان جدا وفرحان لجماهير النادي الاهلي كلها انها مروحه النهارده مبسوطه بهذا التاهل، الحمد لله رب العالمين، واللي جاي باذن الله افضل باذن يا الله رب ان شاء الله. كابتن علاء الف مبروك، فوز مستحق النادي الاهلي. الحمد لله ايمن، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي كلها طبعا، الناس اللي حضرت المباراه النهارده، ومبروك للعيبه النادي الاهلي ومجلس ادارته. فوز مستحق وكان متوقع على فكره، يعني اتكلمنا عن الفرقتين في الاول، لكن من جواك انت عارف ان فرقات كتير قوي، من جواك انا عارف ان الاهلي هيتاهل النهارده، من جواك انا عارف هيكسب النهارده. واللي خلاك تاكدت كمان وجود الجماهير في الاستاد النهارده عامله حاله تانية خالص يا امين، مهما كانت حالتك، لكن انت وراك ناس، حتى لو انت وحش انت هتجري وعايز تاهل عشان الناس دي. لكن انا بالنسبه لي التاهل قبل المباراه لا، انا ما عنديش ادنى شك ان انا هتاهل طبعا الحمد لله، عشان في فروقات كتير جدا 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 بين النادي الاهلي والهلال، بغض النظر عن ممكن الاداء في بعض المباريات في بعض الاوقات، لكن سيظل برضه الفروقات هي اللي بتعمل الفرق. بس النهارده كنت متوقع ان الفروقات عاليه قوي كده؟ ما كنتش متوقع من المباراه الاولى. بص ايمن، اللي طمع فريق الهلال فيك واللي خلى جماهير الهلال تبقى عندها امل شويه ادائك في المباراه الاولى. ادائك في المباراه الاولى كان يعني بين قوسين كارثي، كنا وحشين قوي. ادائك في المباراه الاولى لو كان ادائك العادي انت كنت ممكن تكسب هناك، او حتى لو تعادلت كانت الامور بقت اهدى من كده بكتير، وكان كل واحد اتحط في الحجم الطبيعي بتاعه. لكن ادائك انت، انا دايما بقول الكلمه دي هنا في الاستوديو، انت اللي بتخلي المنافس يا اما يعمل لك الهيبه اللي موجوده ليك في النادي الاهلي، ودي دي الحاجه المعروفه عنك من سنين فاتت، النادي الاهلي في حته تانية خالص، صح، او بيطمع فيك. مباراتك الاولى ضد الهلال طمعتك فيه، طمعت. التأهل أنا بالنسبة لي حصل بعد ضياع ضربة الجزاء في صن داونز، والله العظيم احنا قلنا كده. أنا كنت بتفرج ضربة الجزاء اتمسكت، أنا قلت الأهلي الحمد لله خلاص هيوصل، لأن ما خلاص يعني ربنا اداك فرصة بالزفت. مع النادي الأهلي بجماهيره بطموحاته يعني ببطولاته الكتيرة أو أفريقيا، مش النادي الأهلي فرص كده خالص. حتى لا، مع الاحترام الكامل، لو النهارده المباراه من غير جماهير النادي الاهلي هيتاهل، فما بالك كمان في حوالي 60 70 الف اهلاوي مخليين الشكل العام حاجه ممتعه. يعني النهارده مباراه كره قدم ممتعه كلعيبه، يعني لعيبه الكوره وكلنا مرينا الحمد لله بالمواقف دي، انت كنت تبقى نازل الملعب انت فرحان ان في جماهير،
انت نازل مستمتع بالشكل صح، بتمتع نفسك وتمتع الجماهير دي وتعمل كل حاجه انت بتحبها، انت بتلعب حاجه بتحبها وعايز تمتع الناس اللي جت دي. كان اسامه بيقول او بلال الناس هناك من الساعه 4 ايمن يعني قبل فطار في الشوارع يعني ناس جايه محافظات الصور والصور بتاعت الناس داخله كل واحد شايل فطاره معاه وميته يعني بيديك حتى كمان يعني دفعه ان انت لا ما ينفعش الناس دي تروح كده النهارده طبعا. لكن الفروقات لا حاسمه الامر يعني في ظواهر برضو ما احنا مش ما كناش بنلعب في كوره ضرب جزاء اتمسكت النادي الاهلي اتاهل بس صح. هو بس النهارده كان ايه الاخراج كان النهارده انما الحمد لله التاهل كان ما فيش فيه مشكله مزبوط. فمبروك النهارده ثلاث اهداف اعتقد نتيجه هايله واللي فرق معاك النهارده بمنتهى البساطه حاجه واحده في كره القدم بس اللي يعرف يستغلها مهارتك ايوه النهارده اللي فارق معاك المهاره الفرديه مزبوط. المهاره الفرديه يعني اتمثلت في حاجتين كهربا في الهدف الاول وحسين الشحات في الهدفين صح. مهاره اللعيبه نوعيه لعيبه الهلال دي مش عايزه رتم سريع وتبقى لعبة. لا لا عايزه واحد بيعرف يقف على الكوره بيعرف يعمل تمويهه حاجات في منتهى البساطه اللي في الدنيا لو عملتها في الدوري المصري مش هتنفع لكن مع لعيبه الهلال وبعض لعيبه افريقيا اي حاجه من الحاجات اللي بنعملها السهله دي بتعدي عليه أيوه. بس الذكاء انك تعرف تستعملها صح يعني حسين قاعد بيتفرج اتفرج على الماتش كويس اتفرج على الماتش عارف نوعيه لعيبه الهلال فنزل بالظبط عمل الحاجه اللي بيجدها اللي هو بيتفوقه على ناس كتير قوي ما لعبش الكره سهله بيهوش هشوط بستنى وعلى مهلك طول ما في ال 18 وكان في ما شاء الله يعني ثلاثه راس حربه وكابتن شريف عاملهم كمان انك طول ما تخش في ال 18 او لازم عندك حاجه اسمها هدوء لازم ابقى هادي التلات اهداف النهارده فيهم هدوء مش طبيعي اكثرهم هدوءا كهرباء صح الهدف الاول الهدف الاول فيه قمه الهدوء والمهاره وواحد شايف شايف حارس المرمى فين حسين نفس الكلام هدوء دخل 18 مهاره كويسه قوي وبعرف استغل مهارته كويس قوي هو ده ذكاء اللعيب مش ممكن ابقى مش بادئ المباراه زي حسين النهارده انا احتياطي بس انا نزلت احرزت هدفين وعامل كل الفتره اللي لعبتها ممتازه الناس النهارده تفتكر ايه الاهلي كسب 3 كهربا وحسين نزل جاب جونين هايلين والمباراه الحمد لله طلعت 3-0 نتيجه انت برضو بتدي يعني انت بتتكلم فنيا وبتتكلم على اجاده لكهربا وحسين الشحات في المواقف الفرديه لكن انت بتدي نصايح برضو مثلا لاحمد عبد القادر ده على طول بنصحه النهارده وكده وكده لازم يعرف امتى يستخدم المهاره بتاعته خصوصا انها موجوده موجوده بامتياز صح كل حاجه موجوده السرعه وبيعرف يعمل دريبل كويس قوي هو بس مش عارف امتى مش عارف التوقيت مش عارف التوقيت امتى بالظبط بيبقى اما من بعيد قوي يا اما بيبقى بيزودها بيخش بعد ما يعني احمد عبد القادر فيه عيب خطير بعد ما بيعمل مراوغه واثنين التفكير بيقف فتلاقي الثالثه التصرف بقى وحش هي. لازم اكون محضر انا مثلا بعدي من اسامه عشان هعمل ايه عشان اعمل ايه دي يا ناقص احمد عبد القادر هي امتى لكن هو عنده كل حاجه تخليه ان هو نجم في المكان ده صحيح عشان كده بقول لك النهارده مش عيب اخطائك لازم وبعدين ده خطا بسيط جدا انا ما بقولش خطا في حاجه مش بتعرف مثلا عندك مهاره التمرين وحشه ولا لا ده خطا بسيط جدا انت عندك موهبه كويسه قوي صح ذكائك تنمي الموهبة دي وامتى تستغلها هتفرق عن كل الناس اللي موجودة في مكانك هو ده لعيب الكرة الذكي النهاردة مثلا التمرية بتاع بيرسي تاو حسين قطع هاي تحرك بيرسي تاو شايف لمسة تانية هدف فاية بقاله فترة بالظبط يا أسامة ما شاء الله أنا بجيب الهدف ليه أيمن لأن فريزة الهلال السوداني أجمعنا كلنا بين الشوطين عنده مواقف دفاعية كارثية بس صحيح. امتى يعني فين لعيب الكرة اللي يظهر المواقف دي ما انا ممكن ابقى انا كل حاجه بعملها غلط بس انت مش عارف تظهر الغلط ده النهارده بيرسي تاو اظهر الخطا ده النهارده في تمريره حسين الشحات بمنتهى السهوله على فكره ده في واحد حسين الشحات هي اللي طبعا تحرك ده في واحد مغطي حسين الشحات تقريبا واقف جنب الجول مزبوط. يعني تقريبا واقف جنب الجول فهي كره القدم عايزه بس ذكاء والفرق دي او الماتشات زي كده ذكاء كشف الملعب كويس تقدر تعمل مباراه سهله جدا النهارده يعني تخيل الشوال اللي اتلعبوا النهارده دول لو كان بدايه المباراه نفس الاخطاء الدفاعيه على فكره ما اتغيرتش بتاعت الهلال السوداني اللي اتغير ان انت بقت شايف المساحه صح والتمرير في التوقيت الصح واستخدمت مهارتك الفرديه في التوقيت الصح
أيوة. هو ده اللي فرق معاك وطلعك بثلاثه وكان ممكن اربعه وخمسه. عشان كده الشكل العام الحمد لله مرضي، 3-0 الناس كلها طالعه فرحانه، جماهير طالعه مبسوطه، اللعيبه والجهاز وكله الحمد لله. تأهل مستحق على فكره، يمكن صعبنا الامور على نفسنا بس احنا اللي خرجنا نفسنا الحمد لله. يعني دي الزار بقينا بنتفائل لما والله بص يعني انا موافق على فكره احنا على فكره انا يعني ما عنديش مشكله، لكن هي بس كلمه سريعه لان الادوار القادمه صعبه عايز يعني وخروج مغلوب لا وانت هتقع حد مع شمال افريقيا فدول برضو التفكير مختلف شويه طبعا. ونوعيه اللعيب مختلف شويه يعني بيعرف ازاي يقف يغطي وكده اكيد بقى في كلام تاني، لكن كان مهم تطلع من الخطوه الصعبه المتعثره اللي انت عثرت نفسك فيها على فكره. انت مفيش حد مفيش حد اتغلب عليك، انت انت التعثر ده عملته نفسك وانت خرجت نفسك الحمد لله رب العالمين. لكن هو ربنا كان رايد لك الحمد لله، نقول الحمد لله، تاهل مستحق، 3 اهداف الحمد لله، نتيجه حلوه جدا، مبروك لجماهير النادي الاهلي، والحمد لله لكل جماهير النهارده في النادي الاهلي اللي كانت من القاهره او من الاقاليم، هتروح مبسوطه وسعيده بتاهل فريقها للادوار القادمه. صحيح. كل التوفيق لعيبه النادي الاهلي وجهازه ان شاء الله، القادم اصعب بس انت النادي الاهلي سيد اسياد افريقيا. مزبوط. لو نعرف الكلمه دي هتتعامل مع كل الناس بمنتهى الهدوء، لازم تعرف ان انت سيد البطوله دي. صحيح. كابتن بلال الف مبروك، فوز مهم بثلاثيه ولا اروع، والاهلي الكبير كان رحيم النهارده بالاشقاء. مبروك طبعا، مبروك الاول لجمهور النادي الاهلي اللي جه من بدري وشجع وآزر وعمل سبورت كبير جدا 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 للعيبه. مبروك لاداره النادي الاهلي اللي تحملت كتير الفتره اللي فاتت دي. ومبروك للجهاز الفني واللعيبه في الاخر اللي كان بايديهم يعني في الصعود لدور الثمانيه. قبل المباراة كابتن أيمن احنا يعني توقعنا ان الاهلي يكسب 3-4. انا قلت 4، كابتن شريف قال 3، كباتن قلنا كلنا متفائلين الحمد لله ان الاهلي هيكسب. ليه؟ لان كرة القدم ليها المعطيات تدي نتائج في الاخر. تمام، انا المعطيات موجودة عندي، الفنيات موجودة، الامكانيات موجودة، الالقاب موجودة، التاريخ موجود، المسيرة الكبيرة موجودة، امكانيات اللعيبة موجودة. تمام، بتلعب على في ملعبك، بتلعب يعني قدام في وسط جمهورك، فطبيعة الحال بكل الفروقات دي انك تطلع بنتيجه كبيره. انا شايف ان 3-0 ده الاهلي كان رحيم باشقائنا السودانيين. صحيح. حقيقه يعني هو يعني هو عمل حساب ان هم جايين من سفر وتعبانين. أيوه. ودنيتهم كانت صعبه شويه، ومنتهى الكرم في شهر رمضان، واحنا في شهر رمضان، رمضان كريم علينا وعليهم كلهم، فاحنا كنا رحماء بفرقه الهلال السوداني، عشان كده هم خدوا 3 وهيروحوا ب3 بس. لكن الطبيعي انك تكسب 5 و6، الطبيعي انك تدي درس، الطبيعي ان انت يعني انا مش زعلان من لعيبه الاهلي، لكن انا بقول الطبيعي كان يحصل ايه. الطبيعي انك كنت تدي النهارده 6 و7، النهارده الاهلي ضاع الشوط الاول 5 فرص محققين في 20 دقيقه، 5 فرص محققين، تكسب الشوط الاول 5، الشوط الثاني فيه 3-4 فرص بالاضافه للثلاث اهداف اللي انت سجلتهم، فكان الطبيعي النهارده المباراه تخرج نص دسته مستريح. يعني النهارده الطبيعي انك تعد، مش انك تقول انا كسبان 2 ويا رب ما يجي فيها جول ثاني والدنيا صعبه والامور مش احسن حاجه. لكن برضه نقول مبروك للاهلي، اللعيبه الى حد ما كان في ضغط على لعيبه النادي الاهلي، طبعا التصريحات الكتيره من فرقه الهلال وجايين من القاهره ونصعد من القاهره و20000 دولار مكافاه لكل اللعيب و15000 دولار مكافاه لكل اللعيب والحماس، لكن في الاخر اللي بيحكم فرق الامكانيات، اللي بيحكم فرق الخبره، اللي بيحكم قدرتك على اللعب في الظروف الصعبه اللي انت لعبت فيها. صحيح. الاهلي افضل بكتير جدا جدا يا كابتن ايمن، المباراه لو جيت تعيدها تاني مره واثنين وثلاثه واربعه هتكسب مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره. صحيح. لان انت في الاخر انت الافضل، انت الاحسن، فريق الاهلي الافضل والاقوى وافضل بكتير جدا جدا بمراحل عديده جدا يعني. احنا كنا في الاستوديو تعبانين وبتاع ونفسنا الهدف الاول التاني يجي بعد يعني ومتاخر شويه والهدف الثالث اتاخر شويه وكنا قلقانين، بس انت قلقان بحكم انك عايز تكسب. صح. بسرعه وتريح نفسك، مش قلقان انك تخسر مباراه، بس قلقان، بس عندك احساس من جواك انك هتكسب، انت هتكسب مكسب كويس، انت اصلا كسبان 2-0. ما انا بقول لك هتكسب مكسب كويس، انت بس خايف من العشوائيات. ايوه يعني بالظبط، في بعض الحاجات. صح. يبقى في شويه عشوائيات، يعني انت الفرق اللي بتلعب بعشوائيه دي تخاف منها. مظبوط. تمام، غير الفرقه المنظمه، الفرقه المنظمه خلاص انت عارف انت يعني بتقفل هنا وبتقفل هنا وبتلعب وعارف انت بتلعبهم ازاي، انما الفرقه اللي بتلعب كره عشوائيه دي انت تقلق منها جدا. صح. كره طويله، كره واقعه، كره رايحه، كره جايه، تخاف الكره تتلعب بالعرض تخبط واحد يجول زي ما حصل كده، واتيحت لهم فرصه اللي هي كانت وقعت من
من عبد المنعم تقريبا والواد اللي حطها الفرد حطها وثلاث من الفرد تضحك يا اسامه. انا في النهايه عايز اقول ان انت تستحق المكسب حقيقي. الاهلي يستحق المكسب النهارده. مبروك للنادي الاهلي ومبروك للاعيبته ومبروك لجمهور النادي الاهلي النهارده. الله يبارك فيك كابتن اسامه. الف مبروك. فوز مهم للنادي الاهلي ودرس قاسي من الاهلي للاشقاء في الهلال السوداني. الحمد لله. اولا يعني ان كان توفيق ربنا سبحانه وتعالى مع لعيب الاهلي النهارده، وكنا دايما بنقول التوفيق مهم في كره القدم. صحيح. فالحمد لله النادي الاهلي النهارده سجل 3 اهداف وده كان المطلوب، وكان ممكن يعني يزيد من الاهداف، تكون مباراه يعني برقم كبير وتتحط في تاريخ مواجهات الاهلي مع الهلال السوداني. في يوم زي النهارده لازم برضو ما ننساش ان احنا نشكر ناس اشتغلت على اليوم ده. صح. كابتن ايمن، عشان اليوم يكون بالشكل ده. من يوم تجدد الفرصة مرة أخرى والنادي الأهلي بقت فيه فرصة قدامه أمام الهلال السوداني، مجلس إدارة النادي الأهلي اشتغل إزاي يبقى فيه 50,000 متفرج أو استاد القاهرة يكون مليان. صحيح. خاطب الجهات المعنية علشان يعني يكون أكبر عدد من جمهور النادي الأهلي موجود في هذه المباراة. اللي عايزين نشكرها برضو بالموافقة. بصراحة يعني. بنشكر لجنة المباريات في النادي الأهلي، بنشكر المركز الإعلامي في النادي الأهلي، الناس اشتغلت خلال الفترة اللي فاتت كام يوم اللي فاتوا، وبنشكر برضو الدولة المصرية بكل مؤسسة اشتغلت علشان يخرج اليوم النهاردة بالشكل ده. صحيح. في النهاردة ناس شغالة من الصبح على اليوم ده. مزبوط. شفنا شركة تذكرتي حجز التذاكر، شفنا شباب واقف على أبواب الاستادات بينظم عملية الدخول، ازاي الخروج، ازاي أكل الناس، الفطار، كل الكلام ده. بنشكر وزارة الداخلية اللي استجابت لطلب النادي الاهلي يكون عدد كبير، بنشكر القيادات الامنيه، الناس اللي سايبه بيوتها واقفه في الشوارع من الصبح في الحر علشان تنظم، بنشكر وزاره النقل، وزاره الصحه، كل الوزارات المعنيه اللي اشتغلت وتعبت واخلصت علشان النهارده ما بنتكلمش عن النادي الاهلي، احنا بنتكلم عن الدوله المصريه. نشكر الجماهير المصريه. لا ده انا لسه احنا يعني علشان يخرج يوم زي ده بالشكل ده في ناس اشتغلت وتعبت، علشان كده كان حقهم ان احنا نشكرهم علشان تكون هي دي البداية. صح. بداية عودة الكرة المصرية مرة أخرى. كنا دايما بنشتاق ونقول نفسنا جماهيرنا تكون في المدرج. مزبوط. نفسنا نشوف الشكل ده. كنا بنناشد جمهور النادي الأهلي وهو مش محتاج مناشدة. صح. خلال الأيام اللي فاتت الالتزام التشجيع، النهاردة جمهور النادي الأهلي ضرب يعني أروع الأمثلة النهاردة. مزبوط. في المباراة علشان تكون هي دي البداية ان احنا نشوف جماهيرنا في الدوري العام، نشوف ان شاء الله مع تاهل النادي الاهلي في الادوار القادمه باذن الله جمهور النادي الاهلي، ونشوف الشكل ده. فبنقول للدوله المصريه الف مبروك على عوده الرياضه المصريه بقوه مره تانية زي ما كانت، وان شاء الله هتكون موجود الفتره القادمه يا رب. فده شكر لكل الناس اللي اشتغلت على اليوم النهارده. الشكر خاص لجمهور النادي الاهلي. صح. الناس اللي جت من كل محافظات مصر علشان يعني تحضر والنهارده تكون موجوده في الاستاد وتشجع، وكنا بنشوف قبل الفطار ابواب الاستاد مفتوحه من الساعه 4 كابتن شريف، الناس رايحه وقاعده وجايبين الفطار بتاعهم، الالتزام في الدخول. الحقيقه هي تذكرتي كمان وفرت ناس شباب عربيات شفنا بتوزع فطار وبتوزع وميه وعصير وشباب زي الفل واقف على ابواب الاستاد بمنتهى الاحترام بيعامل الناس الدخول والناس اللي خارجه من الاستاد. فالنهارده الحمد لله جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم، جمهور النهارده ابتدى النهارده يقول لا احنا ان شاء الله نرجع المدرج تاني، عايزين نرجع الشكل الحلو ده تاني، ما شفناش اي سباب خارج في المباراه، ما شفناش اي حاجه خارجه، لا شفنا من اول دقيقه لاخر دقيقه جمهور عظيم بيشجع من اول سنه. ودي رساله لجميع الجماهير بصراحه. يعني النهارده بنقول مبروك للدوله المصريه عوده الرياضه المصريه بقوه. صحيح. علشان ده النهارده المكسب مش مكسب نادي الاهلي، لا مكسب لمنتخب مصر. شفنا مباراه منتخب مصر امام ملاوي 2000 او 3000 وانت طالب 20,000، لا عايزين مباريات منتخب مصر، عايزين نشوف مباريات الدوري الممتاز الانديه الجماهيريه. فعلشان كده النهارده المكسب كبير جدا للكره المصريه، مش مكسب النادي الاهلي بس. صح. طبعا النهارده مبروك للنادي الاهلي البطولة المفضلة ليه اللي دايما بيحقق فيها أرقام قياسية، النهاردة يعد ويبدأ يدخل الأدوار القادمة إن شاء الله، بنتمنى له كل التوفيق. لكن النهاردة اللعيب رقم واحد اللي قدر إن شاء الله يعني اللي قدر كان مساند طول التسعين ده هو جمهور النادي الأهلي العظيم. صحيح. النهاردة في لعيبة مع المباريات المهمة لازم تعلى مع الحدث طبعا.
طبعا. واحد النهارده من اللعيبه المهمه اللي عليت مع الحدث، وكنت بقول لك الدكه النهارده قبل المباراه كانت مهمه. أي. مش مهم ال 90 في 90 دقيقه، مش الناس اللي هبدا بيها بس، لا انا ممكن عندي 2 3 يغير لي. صح. واحد من النجوم دول حسين الشحات. حسين الشحات النهارده رائع. طبعا. لعيب كبير عنده خبرات كبيره، ازاي يقف على الكوره، ازاي امتى يبقى عنده الهدوء اللي كنا بنقول عليه في بدايه المباراه. اللعيب لما يستلم في ال 18 لازم يبقى عندك الهدوء. حسين الشحات عمل الكورتين في الهجمتين اللي احرز منهم اهداف، التحرك الرائع اللي عملها له بيرسي تاو لما قطع ما بين الناس حطها له، حطها بالهدوء. الكره الثانيه لما استلم وعدت قطر الطاهر واستلم وعمل انه هيشوط وقطم بيها لجوه وركنها، برضه مهاره عاليه وهدوء. واحد النهارده من مكاسب المباراه مروان عطيه. مروان عطيه دايما براهن عليه وبقول ده مكسب لمنتخب مصر، مكسب لمنتخب مصر ان شاء الله الفتره القادمه، ومكسب كبير للنادي الاهلي. النهارده مروان عطيه بالاداء اللي بيأديه خلال الفتره السابقه والنهارده كمان بيثبت اقدامه. انا فاجئني بثبات مستوى طول المباراه، يعني انا توقعت بعد المجهود اللي عمله الشوط الاولاني ان هو يقل بدنيا الشوط الثاني، بس بصراحه خلي بالك النهارده مروان عطيه ممكن اول مره يلعب في الاجواء دي والظروف دي وحساسيه المباراه دي وصعوبه المباراه دي والضغط العصبي وكمان العدد الجماهير الكبير. اراهنك لو كان مروان عطيه لعب قبل كده في الظروف دي، فالنهارده انه يلعب ملعب. بالاداء ما لعبش قبل عمره ما لعب الظروف دي بالشكل ده، بالهدوء ده، يعني كميات الجري في نص الملعب، بيقطع ويسلم ويكمل ويرجع. لا يعني الحمد لله لعيب صاعد واعد مع النادي الاهلي ومكسب منتخب مصر. احنا كلنا كنا متعاطفين جدا مع حسين الشحات مجرد نزوله. خلي بالك حسين الشحات طالبنا بنزوله. وانا ظروف نفسيه صعبه الفتره دي بين الشوطين. قلت لك يا كابتن ايمن لو استمر اداء احمد عبد القادر ومجدي قفشه كده هنشوف تغييرات، ممكن نشوف حمدي فتحي او اليو ديانج ونشوف كمان حسين الشحات، وحسين الشحات كان ورقه مهمه جدا. صحيح. برضو تغييرات كولر واقعيه النهارده. النهارده في نفس الوقت نشط الناحيه الهجوميه بحسين الشحات، وفي نفس الوقت لما خرج مجدي قفشه لعب بثلاثه في نص الملعب، عمرو السوليه، مروان عطيه، حمدي فتحي، وبعد كده زود كمان اليو ديانج بخروج عمرو السوليه، قفل مفاتيح لعب الهلال السوداني. فالنهارده مبروك عوده الرياضه المصريه، مبروك مكسب النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده يستحق وعن جداره الفوز النهارده، وكان ممكن يكون نتيجه كبيره لمواجهات الاهلي والهلال السوداني، بس هو كان كريم بالاشقاء كان في التاريخ، لكن يعني اكتفى بالثلاثة. أيوه. وان شاء الله المباريات القادمه يكون فيها التوفيق للنادي الاهلي، وزي ما الكابتن علاء قال بمجرد اضاعه ركله الجزاء امام صن داونز والهلال السوداني. صحيح. يعني حسينا ان الكره حبانه، الاهلي في دور الثمانية كره حبانه. وخلي بالك كل ما الدنيا بتتصعب في دوري المجموعات وبنصعد مركز ثاني بتكون دي ان شاء الله يعني المفتاح اللي بيوصلنا للفاينل، وتكون البطوله ان شاء الله السنه دي من نصيب النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي باذن الله. كابتن شريف، الكره بيبقى ليها شكل ثاني في حضور الجماهير، وخصوصا جماهير النادي الاهلي. في كوره من غير جماهير بنتفرج كلنا بنهرب دلوقتي وبنتفرج على الدوريات الاوروبيه، بنشوف الماتش قبل ما يبتدي بنص ساعه ربع جماهير المكان موجودين، بعد ربع ساعه نلاقي مفيش مكان لحد. فواضح ان لعبه كره القدم دي بقت اساس وشريان حياه بالنسبه للاستمتاع بالنسبه للناس كلها بما فيهم احنا طبعا والشعوب كلها. فانت لما تلعب قدام جمهور زي ده اعتقد ان ابسط شيء تدي لكل اللي عندك، اكنك بتأدي في مسرح وبتسمع وبتسمع وتتلقى الاعجاب وتتلقى التحيه من الجماهير اللي تبقى موجوده، والجماهير نفسها بتسعد من اي لعبه كويسه. يعني الجول اللي جابه كهربا اول هاف تايم ده شد الناس كلها، والناس كلها انبسطت جدا، ومهما كنا موجودين في الملعب ما كناش هنتمنى اكتر من اللي احنا شايفينه ده في الملعب. انا لو انا عايز العبها كده هو لعبها احسن مني، ولو هو عايز يحطها في الجول كده كلنا بنحط كره معاه كده، هو برده الحقيقه ينفذ حاجه. فالجمهور في اللحظه اللي عمل فيها كده كهربا وسدد الكره جوه الجول، هو ده الجمهور بقى. صح. هو ده ليه الجمهور موجود يعني. فطبعا عوده الشريان الحياه للمدرجات تاني اللي هو جمهورنا وجمهور مصر كلها العظيمه، اتمنى ان العمليه دي خلاص النهارده تبقى سابقه. يعني احنا حصل شحن كبير جدا في المباراه دي قبل المباراه. مظبوط. المباراه عدت ولا اجمل ولا اروع الحمد لله من كل حاجه. الحمد لله. اشقاء بيلعبوا بعض،
كله متقبل الاداء، واضح الفروق الفنيه الكبيره قوي بين الفريق الاحمر والفريق الازرق. الاهلي وجوده في البطوله بيبقى، انا بقول يعني بدايه البطوله ابتدت بقى خلاص، يعني انت اللي بالنسبه لك واللي حصل ده والاثاره واللي حصلت في كل المباريات اللي فاتت و بطوله الانديه اللي رحنا لعبنا فيها دور الانديه ده كان رد فعل البطوله دي. ال10 ايام دول هم اللي عملوا فيك كده. ايوه ال10 ايام دول هم اللي كانوا يخليك لعبت القدنة الامريكي الاول، كنت هتبقى انت معاك ثلاث نقاط قبل ما تروح تلاعب فرقه الهلال. ولكن هو ده الوضع اللي حصل لك. كلنا ما كانش عاجبنا طبعا اداء قدام الهلال، ما كانش عاجبنا اداء قدام سان داونز كويس، ولكن بيبقى في عندك ظروف ساعات هي اللي بتدفعك. كابتن دربتك كانت عامله لنا ماتش قبليها بيومين واحنا رايحين جنوب افريقيا، ولسه يعني ما مش انت قبل بس ماتش سان داونز كل الفرق اللي يعني خلينا نتكلم عشان ما يقولوش احنا بنتكلم على فرقه، كل الفرق اللي بتلعب في افريقيا كان بيروحوا حاطين لهم ماتش قبل الماتش. لا الاهلي بالذات يا كابتن كان يعني الفرق الثانيه قبلها شويه خمس ايام مثلا ولا اسبوع. فكل الظروف دي اللي حصلت فيك هو اللي وصلك النهارده انك انت بتلعب على تجيب هدف وما يخشش فيك هدف. انت ليك يد في ده والظروف كانت ليها يد في الموضوع ده. فانا النهارده زي ما كل الكباتن قالوا مما لا شك فيه ان احنا هنتاهل، مما لا شك فيه هنكسب. بلال بيقول اربعه وانا بقول ثلاثه واسامه بيتمنى خمسه وعلاء بيقول سته، انما هو ده الواقع اللي احنا شفناه الحقيقه النهارده. ما قلناش احنا اعتباطا كده لان في فارق فنيه كبيره جدا بين النادي الاهلي وبين اي حد تاني في البطوله. صحيح. بنحترم جميع الفرق اللي موجوده الحقيقه، بنحترم اللي حصل لنا، واكيد هيكون لينا شكل تاني. صحيح. انياب تانيه هنكشر على كل الامكانيات اللي عندنا. ومن مرحله لمرحله انت بتكتسب بوجود لعيبه بتخرج عشان ترجع لمستواها تاني وتوصل. فانت في كل مرحله عندك بطولات قدامك، انت يعني انت ما بتقدرش تتكلم غير على كل ماتش بتلعبه انها بطوله. صحيح. انت بتلعب في كل ماتش، الماتش اللي جاي ده بطوله، والماتش بتاع كاس مصر مستنيك بطوله. مظبوط. ويعني عين العقل جدا ان انت اعتذرت وانت عايز ترجع ماتشات الدوري بطوله. لا ودي بطوله، ما دي كلها ماتشات بطوله. كل ما بتاخد ماتش فيها كل ما بتاخد بطوله كبيره. طبعا. وكويس انك اعتذرت عن البطوله اللي هي الرابطه، فما كانش هينفع تبقى تاخد كل حاجه وتلعب في كل حاجه وتروح كاس العرب وتروح مش عارف فين وتروح في تروح. صحيح. ف اللي حصل النهارده بنحمد ربنا عليه كتير. الحمد لله رب. قوي يعني بنحمد ربنا. الضغوط النفسيه اللي كانت على اللعيبه واحنا لما كان بيبقى علينا ضغوط يعني كنا بنلعب بامكانياتنا وواثقين في نفسنا قوي. صحيح. وعندنا من السرعات وعندنا ان كل واحد بينزل يعمل الحاجه اللي عنده، يعني انا بنزل اعمل عليا وانت بتعمل عليك وعلاء بيعمل علينا، كنا ومصطفى وخطيب وكل الدنيا كان كل واحد فينا لو لعب كره واحده صح اللي احنا كنا بنتمناها يا اسامه من عبد القادر النهارده. عايزين منه كره واحده بس. صحيح. طب ومحمد شريف كره واحده وكهربا عمل الكره بتاعته، انت فهمتني قصدي ايه؟ وبيرستاو عمل الاسيست بتاعه، حسين الشحات زي ما انت قلته راجل قاعد بيراقب من بره لعب الكره اللي هو يملكها والحرفيه اللي هي بيعملها. ف ده كل ماتش انت هتلعب بالمفهوم ده والمبدا ده. مزبوط. بالتيم اللي انت بتنزله او بيختاره الجهاز الفني. صحيح. ما عندكش مشكله خالص الحقيقه. وخلاص بقى الفتره اللي احنا قضيناها دي فتره المجموعات دي ناخد منها فايده بقى باذن الله. ما عندكش اللي جاي لي شغل تاني نوك اوت بقى. صحيح. يعني ما عندكش اصل النهارده حصل اصل الرابطه ادتنا ماتش قبلها لازم انت تبقى انت بجنودك كده ان شاء الله تفرح جماهير النادي الاهلي زي ما فرحناهم النهارده باذن الله رب العالمين. وزي ما اتكلمنا على دور الجماهير ودور الجهاز الفني ودور اللعيبه واداره النادي الاهلي ولجنه المباريات اداره المباريات هي اللي عملت الشكل ده، لان احنا كنا متاكدين ان جماهير النادي الاهلي بمجرد بس ما هتقول لها ان الاستاد هيتملي ب 40 50 60 100 هتلاقي جماهير النادي الاهلي موجوده. بس الاداره هي اللي فكرت. بقول الاداره ليه؟ لان الاداره الفتره اللي فاتت في بعض الاوقات كان عليها هجوم، وللاسف البعض مشي ورا بعض المغرضين، ولكن اداره النادي الاهلي لما بتيجي تفكر بتفكر في حاجه واحده بس، مصلحه النادي الاهلي. الهدف الاسمى هو مصلحه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، هو ده التفكير
اللي بيبقى طاغي على مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب. تعال نروح لزميلنا فاروق صلاح ومعاه لقاء مع دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي. من جديد بجدد تحية بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. كل فرد داخل منظومة النادي الأهلي وداخل الدولة المصرية أدى دوره النهاردة. المشهد بيكتمل والملحمة بتكتمل بصعود النادي الأهلي مع واحد من الجنود المجهولة اللي بذل مجهود كبير جدا طبعا مع مجلس إدارة النادي الأهلي المدير التنفيذي للنادي الأهلي دكتور سعد شلبي. دكتور سعد مرحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي. يوم في حب مصر، يوم في حب النادي الأهلي، المنظومة أدت دورها، كل فرد داخل المنظومة أدى دوره، المشهد اكتمل النهاردة بالصعود. خلينا نوجه مجموعة من رسائل الشكر الجزيل لجمهور النادي الأهلي اللي قدم صورة مشرفة للجمهور المصري وجمهورية مصر العربية. خلينا أقول الرسالة الثانية هي الشكر الجزيل لوزارة الداخلية على هذا التنظيم الرائع وفي الحقيقة على هذا التيسير للحضور الجماهير الكبير اللي كان مالئ استاد القاهرة النهاردة. صورة مشرفة لجمهورية مصر العربية من خلال وزارة الداخلية الموقرة في الحقيقة اللي تبنت هذه الفكرة الرائعة اللي طالب بيها مجلس إدارة النادي الأهلي بعد مباراة القطن الكاميروني ان يبقى في ساعة كاملة في الاستاد. احنا شايفين النهاردة شكل حضاري لمصر، جمهور كبير عريض ما حصلش حتى في مباريات كأس العالم، ما شفناش هذا الحشد الكبير. صورة مشرفة. رسالة ثالثة هي رسالة لمجلس إدارة النادي الأهلي اللي تحمل على عاتقه برئاسة الكابتن محمود هذه المطالبة الجميلة التي أسعدت كل جموع المصريين في هذا الشهر الطيب الكريم في الحقيقة، وعملت بشكل متواصل لإخراج هذه المباراة بالصورة الرائعة. الرسالة الرابعة وهي للاعبين النادي الأهلي في الحقيقة اللي كانوا أكتر من أبطال مميزين وفعلا أثبتوا معدن لعيبة النادي الأهلي الأصيل إن هم يبقوا النهاردة بهذا الشكل المشرف. صحيح كنا مضغوطين في بداية المباراة نتيجة للضغط النفسي، خلينا نقول كمان إن اللعيبة دي عدد كبير منها ما لعبش قدام هذا العدد الكبير من الجماهير الضخمة. دي الرسالة رقم 4. الرسالة رقم 5 برضو هي رسالة لمبادئ وقيم النادي الأهلي إنه استضاف نادي الهلال ويقدم له كل التسهيلات الممكنة اللي هو طالب بيها. ده دايما النادي الأهلي، دي دايما مصر، وده كان أيضا تصريح سيادة السفير السوداني إن دي مصر اللي احنا متعودين عليها، وده النادي الأهلي هو البيت الكبير لكل الأندية الأفريقية وخاصة الأندية العربية وعلى رأسها بالطبع الأندية السودانية. أخيرا دكتور سعد، الأستاذ وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة قال لي على مدار ال 24 ساعة تليفونات من الدكتور سعد من الإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي بمجلس الإدارة لتيسير كافة الأمور لجمهور النادي الأهلي. خليني كمان أوجه رسالة أخيرة لكل المؤسسات الوطنية المصرية، سواء كانت شركة استادات، سواء كانت شركة تذكرتي، سواء كان هيئة استاد القاهرة. كمان أوجه كل الشكر الجزيل لزملائي في الإدارة التنفيذية، كل الإدارات في الحقيقة ساهمت في هذا المهرجان الجميل وهذا العرس. ان شاء الله ربنا يعود علينا الايام بخير دايما ويحفظ مصر ويحفظ النادي الاهلي ويحفظ جماهير النادي الاهلي العريضه اللي احنا بنفتخر بيها. شكرا يا دكتور سعد وبالتوفيق، والمشوار لسه طويل للنادي الاهلي. شكرا جزيلا ليك وشكرا لقناه النادي الاهلي. كلام مهم وكلام من القلب. شكرا جزيلا للدوله المصريه، شكرا شكر جزيل لجنه المباريات ومجلس اداره النادي الاهلي. فرح جمهور النادي الاهلي تساوي كتير. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. ويمكن دكتور سعد شلبي بيتكلم بايجابيه عن اللي حصل الفتره اللي فاتت ودور الاداره في تهيئه الجو المناسب لجماهير النادي الاهلي، وفعلا ده اللي كنا محتاجينه من فتره. ولكن زي ما قالوا كابتننا وزي ما قال الدكتور سعد شلبي، الاداره استغلت الفرصه، وكل الشكر للمسؤولين اللي هم وافقوا، لان احنا فعلا كنا محتاجين حضور الجماهير مره اخرى. وزي ما قالوا كباتننا الكبار، دي العوده مره اخرى للحياه للكره المصريه. كابتن علاء، اكيد اسباب الفوز العريض دوت النهارده كانت كتير، مش الفوارق ما بين الهلال والاهلي بس، مش الصوره اللي كان عليها لعيبه نادي الهلال السوداني النهاردة، ولكن في أسباب أخرى نتيجة هذا الفوز الكبير. حضور جماهيرك طبعا النهاردة، حضور جماهيرك النهاردة ليها مفعول السحر، بغض النظر عن إمكانيات، بغض النظر عن كل حاجة. جماهيرك النهاردة بالشكل الحضاري، بالشكل المثالي، بتشجيع حلو النهاردة، مباراة الحمد لله جماهيرية متكاملة من كل حاجة. يعني دكتور سعد مش في التصريح النهاردة، تقريبا امبارح أو أول، قالك أنا أسرع
بيع تذاكر حصل في التاريخ الكوره اول بالظبط ما فتحوا التذاكر بعد 5 ساعات انتهت. دليل ان جماهيرك دائما متشوقه انها تحضر المباراه طبعا. وطبعا كل الشكر للدوله زي ما انت اتكلمت انت واسامه وكابتن شريف وبلال على حته التجربه بتاعت النهارده. انا بعتبرها تجربه صح، بس تجربه الحمد لله مسؤولي النادي الاهلي وجماهيره نجحوها بامتياز صح. النهارده فعلا نجاح بامتياز في كل حاجه، في الشكل الجماهير وهي داخله، في التنظيم، في التشجيع، في كل حاجه، في استقبال على فكره اللي حصل لفريق السودان اول ما جه القاهره. وده طبيعي جدا على فكره ان العلاقه بين الاشقاء السودانيين دي حاجه طبعا. تاريخ طويل طبعا. جدا طبعا. عمر مباراه كوره او بعد الكوره اللي هتاثر فيه لا. او بعد كلام السوشيال ميديا ممكن صح. يفسد العلاقه دي صح. تماما. حتى المباراه النهارده كانت مباراه ما فيهاش ولا خشونه متعمده ولا في حاجه خالص، مباراه كره قدم عاديه جدا صحيح. لكن انت الفروقات في الملعب واضحه وعرفت تستغلها كويس جدا 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 في مواقف كتير اللي حصلت في المباراه. لكن بقى انا عايز اتكلم بره الملعب. يعني تخيل انت لما بتبقى انت لعيب كوره وقاعد وعارف، يعني انت قاعد في اوضتك مستريح جدا وفي ناس من الساعه 3:30 4 موجوده واقفه في الاستاد بفطارها بولاد. انا كنت شايف كمان حد جايب بيبي صغير وكده وفي ناس جايه من محافظات كتير، كتير جدا. يعني الناس دي كل تحاليهم طبعا يعني رجعوا ان شاء الله سالمين كده مبسوطين النهارده بالمباراه، وشايف الناس دي داخله مباراه. انت شعورك كلاعب انت صح ده انت لا انت لو بتفكر في المباراه مثلا 100% لا ده انت هتضيف كمان 100% عشان الناس دي. بس احيانا بتحس بالرهبه خصوصا ان الموقف صعب شويه. لا والله لا لا ما اعرفش انا ما لا بس انت عشان كنت متعود ان انت بتلعب في اجواء جماهيريه طول عمرك حتى والله. انما بقى لنا فتره مفتقدين للجماهير. معلش لكن الجماهير لما تجي لك وجماهير النادي الاهلي خاصه تحرك الصخر تحتها مليون خط أيوه صح. ولا الجماهير دايما بتدفعك لقدام عمرها ما هجمتك، ودي الحاجه الايجابيه في جماهير النادي الاهلي. جماهير واعيه جدا تحب فريقها قوي، وقبل فريقها بتعشق ناديها الاصل بقى. يعني هي بتعشق الاصل نفسه، اصل النادي الاهلي، تحب حاجه اسمها النادي الاهلي. فاللي بيحب حاجه ايمن عمر ما يهدها صح. حتى لو الظروف وحشه انا ما هدش، انتقد بهدوء لكن بنتقد بحب. انا جماهير النادي الاهلي لا، جماهير مختلفه تماما على فكره، مش الجماهير بتاع الايام دي من زمان جدا من قبلنا وكل الناس دي. جماهير النادي الاهلي لها رونق تاني، لها تشجيع تاني، حتى لما يجي بيلومك بهدوء، ما بيزودهاش أي. ويوم ما بيحب بقى يشجعك ويدفعك لقدام حدث ولا حرج صحيح. حدث يعني النهارده لو سالت النهارده، يعني كل واحد لو داخل الملعب النهارده كده من 70,000 اللي كانوا موجودين كده، لو سالته مين هيتاهل هيقول لك النادي الاهلي، بس هو جاي يشجع، هو ما عندوش شك ان النادي الاهلي هاي. انت عايز تطلع فاصل؟ لا 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 هطلع على اللقاءات. طب اتفضل نطلع الاول بعدين نكمل. طيب خلاص ماشي، تعال نروح لزميلتنا سلا حامد من اهلي الجزيره ونشوف منك فرحه الاعضاء بعد المباراه. من جديد برحب بك يا كابتن ايمن وطبعا بكل ضيوفك الكرام والكباتن الكبار في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وببارك طبعا لحضرتك يا كابتن ايمن ولكل جمهور النادي الاهلي. فوز طبعا نادينا النهارده على نادي الهلال السوداني والصعود لدور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا، وزي ما قلت لحضرتك ان شاء الله نكون معاك يعني على الهواء مباشره بعد المباراه ونحتفل طبعا مع حضرتك ومع كل جمهور النادي الاهلي بفوز فريقنا النهارده. ويمكن زي ما حضرتك شايف طبعا الاجواء ورايا وفرحه جميع اعضاء النادي الاهلي داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. طبعا في البدايه ببارك لحضرتك مليون مبروك، وشايف النهارده الماتش ازاي وتحب تقول للعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني؟ ماتش كبير والف الف مليون مبروك للاهلي ولكل جماهير الاهلي وال 50,000 اللي موجودين في استاد القاهره دولت رجاله، والف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره في كل انحاء العالم. وطبعا الاهلي في الشده بنلاقيه مهما كان، وفي اخر لحظه لازم الاهلي بيكسب وبيبان معدنه الاصيل، وفرقة قوية وفرقة محترمة ومدرب محترم جدا. والف مبروك لمجلس الإدارة ولكل الجماهير والناس المحترمة اللي واقفة دي كلها. الف طبعا مبارك لحضرتك النهارده. شايف المباراة النهارده ازاي؟ وشفنا كل اللعيبة النهارده كانت في حالة تركيز جدا في المباراة. بقول النادي الأهلي المباراة ديت النادي الأهلي ياخد أفريقيا. جماهير النادي الأهلي أكتر من 60,000 متفرج. النادي الاهلي في الاوقات الصعبه ما بيهزرش، فالماتش ده انا بقول النادي الاهلي من دلوقتي بطل افريقيا ما فيهاش كلام. اداء ومدرب كولر ونص الملعب الاهلي تقيل قوي جدا جدا، وبقول لكهربا لازم النادي الاهلي يخلص كهربا، هي دي الصفقه اللي لازم تخلص.
شكرا. مبارك طبعا لحضرتك النهارده، وشايف المباراه النهارده ازاي؟ واكيد يعني عوده كمان الروح للمدرجات المصريه، شايفين اكتر من 50,000 مشجع اهلاوي موجود، كان اكبر داعم لجميع لعيبه النادي الاهلي في الملعب. هو ما شاء الله المنظومه كلها بنشكرها جدا جدا. الماتش كان صعب وهم قد المسؤوليه، والحمد لله ربنا وفقنا، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل. وهيئه النادي الاهلي معدنه الاصيل بيبان في الوقت ده، وقت الشده بيبان النادي الاهلي ولاعيبته الرجاله. انا بشكر الاداره جدا جدا، وبشكر المنظومه كلها، وبشكر الكابتن ايمن وش حلو علينا جاي من امريكا، وش حلو على النادي الاهلي كله. والله الف مبروك. طبعا ببارك لحضرتك النهارده، شايف المباراه النهارده ازاي؟ وطبعا شايفين كل اللعيبه في حاله تركيز شديده جدا، وكمان في تألق كبير جدا من كل لعيبه النادي الاهلي. في البدايه بشكر الكابتن محمود الخطيب ان هو طلب يعني زياده الجماهير، وبنشكر برضه وزاره الداخليه والناس المسؤولين كلهم والجماهير اللي حضرت، واللعيبه كلها كانت رجاله. شفنا كهربا ما شاء الله كل ماتش بيزيد في مستواه عن الاول، وحسين الشحات نزل ثاني لمسه ليه جاب جون، وبعدها بجون ثاني يعني بعدها برضه ب 10 دقائق جاب جون ثاني، وبرضه بنقول له البقاء لله في والده. والنهارده نفرح، وبكره ان شاء الله نركز في الدوري وفي الكاس، عشان برضه عندنا ماتش مهم مع بيراميدز ان شاء الله، وان شاء الله بطوله افريقيا في الجزيره ان شاء الله. انا ببارك لك طبعا النهارده، شايف المباراه النهارده ازاي؟ مباراه كانت صعبه طبعا على كل لعيبه النادي الاهلي، لكن لعيبه النادي الاهلي كانوا على قد ثقه جمهور النادي الاهلي. هي مباراه كانت مهمه جدا، وكان الاهلي لازم يشرف كل الجماهير، وكان المفروض يكسب المباراه دي جدا. وكمان كان النهارده الاهلي كان في الدفاع والهجوم على غير عادته، وكان قوي جدا، خصوصا اللعيبه كلهم كانوا رجاله في اول ماتش لحد اخره. وكمان بحيي كمان محمود كهربا وحسين الشحات، هم عملوا ماتش غير عادي النهارده، وكانوا احسن في احسن حالاتهم. ماشي. زي ما انت شايف يا كابتن ايمن، الاجواء وفرحه جميع جماهير واعضاء النادي الاهلي، اعظم اعضاء واعظم جماهير طبعا في الكون اعضاء النادي الاهلي. فرحه كبيره يا كابتن ايمن من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، والان عوده مره اخرى للاستوديو، والكلمه ليك طبعا، تفضل. شكرا جزيلا للزميله العزيزه سالة حامد. شايفين فرحه الجماهير اعضاء النادي الاهلي الجزيره، ويا رب دايما يا رب دايما تبقى الفرحه موجوده في كل فروع النادي الاهلي. كابتن علاء، بعد اذنك نروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. اتفضل يا فاروق. من جديد بجد التحيه بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما قلنا، النجاح مش وليد الصدفه، ده مشوار طويل، في محطات صعبه وفي لحظات سعيده. وزي ما قلنا ان كل فرد داخل منظومه النادي الاهلي والدوله المصريه ادى دوره على اكمل وجه. معي وش السعد، واحد من يعني الجنود اللي بذل مجهود وشاف معانا اجواء صعبه، وكان يعني ليه دور كبير جدا في سفريه الجنوب افريقيا والكاميرون. طبعا الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. وش السعد، نقول مليون مبروك النهارده، المشهد بيكتمل، الفرحه بتكتمل. قلت لي بعد مباراه القطن الكاميروني هنصعد من القاهره، الصوره اكتملت وصعدنا من القاهره. الحمد لله، جمهور كبير، جمهور عظيم، جمهور عمل حاله في الشارع المصري، بقالنا اسبوع او 10 ايام عشان التذاكر. جمهور يعني من النهارده الجمهور الاهلاوي يفطر في استاد القاهره كله النهارده في ليله من ليالي رمضان، ويعني جاي من كل الارجاء المعموره، من مصر كلها، من اسوان، من اسكندريه، من المنصوره، من كل مصر. الف مبروك لكل الاهلاويه، والحمد لله على قدر تعب الجمهور العظيم ده ان ربنا اسعدنا ليلتي. الف مبروك. انا عايز اخد حضرتك لسفريه الكاميرون بالتحديد، كان ليها كلمه السر والفوز والثقه اللي اللعيبه خدتها بعد ماتش صن داونز، كان ليها مفعول السحر النهارده. الحمد لله، طبعا لعيبه النادي الاهلي كانوا رجاله، والحمد لله يعني بقياده كابتن محمود الخطيب انا عاصرت كل الاجواء اللي فاتوا. اداره الكابتن محمود الخطيب للبعثه كلها من خلال اتصالاته بيا وتدارك حاجات كتير، الحمد لله اللي حصل في صن داونز ان ربنا اكرمنا بالفوز في الكاميرون اللي كان ليه النهارده عامل كبير جدا ان احنا نصعد بعد ما كسبنا على الهلال. الحمد لله، والف مبروك للاهلاويه، وان شاء الله كابتن محمود الخطيب المباراه الجايه يكون حاضر ان شاء الله، الف سلام عليه وربنا يطمنا كلنا عليه يا رب. اشكرك يا استاذ طارق، وبالتوفيق دايما، ولسه الفرحه ان شاء الله بالفوز بالبطوله ان شاء الله يا رب. ان شاء الله، مبروك. مستمرين معاك يا كابتن ايمن، والفرحه حلوه، وكل فرد بنقول ادى دوره. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو. شكرا جزيلا زميل العزيز فاروق صلاح. كابتن علاء، نكمل كلام. ده انا كلامي برضو على الجماهير. بص، فرحه الجماهير في فروع النادي الاهلي كلها طبعا، يعني لو جات لنا نفس الفرحه ونفس نفس الاحساس بالنتيجه وكده، كويس. هو ده النادي الاهلي، ده النادي الاهلي فيه فرحه عامه كده موجوده الحمد لله على طول،
جماهيرك على طول فرحانه. مش في مصر بس على فكره، انا بقول لك طبعا يعني بقول جماهير النادي الاهلي في كل حته يعني. انا بس بتكلم على الناس الموجودين في القاهره هنا او احنا شايفينهم عشان في الاستاد او في فروع النادي، لكن لو رحت اي دوله عربيه فيها كميه لعيبه الناس اهلاويه كانوا قاعدين على اعصابهم. صحيح. عندهم ثقه بس قلقانين، لكن الحمد لله لو اتصلت لاي حد او جبت اي حد طبعا في منتهى السعاده وفرحان جدا جدا بتكت النهارده واداء النهارده. وزي ما بقول لك ايمن الجماهير كلها هي يعني متاكده عندهم يقين النادي الاهلي هيتاهل وكل حاجه، لكن لا فرصه ان انا اروح النهارده اشجع فرقتي، فرصه النهارده ان في العدد الكبير قوي اللي بقاله سنين ما حضرش. صحيح. ليه ما حضرش؟ لكن هي النهارده احلى حاجه التجربة 100%. تجربة ان انت تقدر تستضيف 50 و60 ألف مشجع لأي نادي بس تحت بند الالتزام بقواعد التشجيع بس، ولا تتكلم على الآخر ولا تهاجم الآخر ولا حاجة خالص. هو ده بس انت اديت دلوقتي رسالة وفرصة بقى للمسؤولين ان هم يفتحوا. ما انا بقول لك النهارده بقى اعداد ازيد بقى من اللي هي المطلوبه دي. كويس، انت بدات النهارده بالعدد المهول قوي ده، انت عديت اكتر من 50 طبعا، ده احنا متاكدين والحمد لله. تجربه تشجيع هايل مثالي، احترام، شكل حضاري، شكل يا اخي جمهور النادي الاهلي طول عمره خير. طبعا انا بقول لك ده احنا جمهورنا مختلف من زمان الحمد لله. تخيل وانت نازل ملعب ايمن كله تيشيرتات حمراء، انت بتبص يعني كده تيشيرتات حمراء، انت عايز ايه؟ انت فاهم ما عندكش، مفيش حل ان انت هتروح بالظبط تبذل اقصى مجهود عشان الناس دي تروح فرحانه مبسوطه بيك. ان هي بتشجعك مش عايزه حاجه منك. تخيل جاي من البحيره ولا من هنا، ده اللي كان عليك كابتن شريف. انا اقول لك على حاجه يا كابتن، اتفضل. الهلال السوداني خسر من قبل المباراه. الهلال السوداني خسر من بعد ضياع ضربه الجزاء. لا، والمنظر اللي شفناه النهارده. بص ايمن يا كابتن علاء، معلش اتفضل. كنت بتتكلم عن المباراه الاولى اللي كانت في السودان. توقيت المباراه دي جه بعد كاس العالم للانديه. مظبوط. وانت في 11 يوم وصلت لقمه التركيز بتاعك، فانت جاي على مباراه هي دي المباراه يعني ايه ظروفها، جاي من كاس عالم انديه، ممكن التركيز، التحضير، اللعيبه، الدوافع، وانت جاي من بطوله كبيره، فعلشان كده توقيت المباراه دي. لكن زي ما حضرتك قلت لك تعالى، يظل الفارق كبيره جدا ما بين النادي الاهلي والنادي السوداني. الحمد لله طبعا يعني. والفارق دي بنت النهارده في الملعب. زي ما بقول لك ايمن، انا جاي من مكان بعيد جدا في القاهره، وجاي ومبسوط وجايب معايا فطاري وانا جاي ليه؟ انا بحب الكيان ده. أيوة. بحب النادي ده، بحب الفريق ده. صحيح. بس انا مش عايز حاجه منك على فكره. انا عايز انا بشجعك، بس انت في المقابل ايه؟ ده انا بدفع فلوس كمان. لا يعني وفي ناس خد بالك، عشان كده انا في وقت كنت بعد ماتش صن داونز كنت مضايق جدا، عشان انا عارف الجماهير دي عامله ازاي. أيوة. يعني اللي جاي من اخر الدنيا ده ودافع فلوس ولا قاعد على قهوه ولا بيبقى الراجل ده يعني منتهى العصبيه، ممكن تحصل له حاجه عشان مجرد فريقه خسر. انت متاكد؟ انت تتخيل ايمن؟ يعني بص ايمن، مع ان طبعا يعني الذكرى مش حلوه بس مش مشكله. تخيل انت جماهيرك بعد ماتش سان داونز وجماهيرك النهارده، الفرق ايه؟ فرق السماء والارض. صحيح. واحد النهارده فرحان ومش فارق معاه حاجه خالص ورايح، وكل حاجه بعد المباراه بقت حلوه، حتى لو حد فيها مشاكل هو مبسوط وفرحان ومروح بيته فرحان. حلو. جميل. صح. ليه؟ الفرحه النادي الاهلي بيعرف يرسم البسمه على كل البني ادم العادي. على فكره ما بتكلمش دايما، انا دايما المقياس بتاعي الشخص الطبيعي اللي زينا كده العادي. صحيح. عشان كده كنت متضايق جدا في ماتش سان داونز. لا، دايما زي ما الناس بتحبك بدون مقابل على فكره للمره مليون. مظبوط. لازم انت كمان تقدر الناس دي وتبذل اقصى مجهود، وسيب دايما النتيجه تبقى عند ربنا. صحيح. انت عمرك ما تحكم في النتيجه، لكن انت بتملك ان انت شرف ليك للمره مليون انك انت انتميت للنادي الاهلي ده، فبتبذل اقصى مجهود وبتلاقي المقابل، مقابل حب الناس ده ملوش دعوه. طبعا. ما يقابلوش اي مقابل مادي على فكره. صحيح. خالص. حب. صحيح. الناس ده بيفضل الى النهايه. تخيل يعني كلنا واللي قبلنا اعتزلوا، لكن لما بيروح مكان الناس عارفاك. دي بالدنيا على فكره ايمن، يقول ايه ده مش كابتن شريف عبد المنعم لعيب النادي الاهلي، يقول تاريخه كله هو بالنسبه له كابتن شريف من جواه. كمان عشان ممثل. لا، كابتن شريف الكوره كان حاجه ثانيه خالص. تمثيل ايه؟ كابتن ده شريف ده. كمان لا 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 كوره ده جون. لا ترافولتا. لا كوره ترافولتا كابتن. الكوره لا، الكوره حاجه ثانيه. لا جون ترافولتا. لا كابتن. لا انا بقول لك على حاجه، الناس بتقول الكوره الثانيه حاجه ثانيه. الناس بيقولوا علاء، او نكمل اللي بيقولوا علاء. كم من الناس بتتخانق عشان تبقى في الحدث بتاع النهارده؟ صحيح.
ويشاركوا في الاحتفال ده. ده كابتن شريف لوحده بيكلمه 50,000 واحد مش عايز يروح غير 50,000. وانا مكلم اسامه 50,000 مره عشان تذكره. ما تيجي نروح لزميلنا فاروق صلاح مره ثانيه من ملعب مباراه ولقاء مع الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. مش مكلمك 50,000. مليون مبروك يا كابتن ايمن لكل افراد الدوله المصريه، مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي، منظومه كل فرد فيها ادى دوره بدءا من الدوله المصريه مرورا بمجلس اداره النادي الاهلي ولجنه المباريات، كل فرد عرف دوره وكان عندهم ثقه في جمهور النادي الاهلي. انا معي في هذه الاثناء معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. معالي الوزير برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. يوم في حب مصر، يوم في حب النادي الاهلي، راهنته ووعدته وكسبته الثقه ولعيبه النادي الاهلي كانت على قد الوعد، والنهارده صعدنا الى دور الثمانيه. اول حاجه الحمد لله نقول مبروك عوده الجماهير لمصر، مبروك عوده الروح للرياضه، شيء طيب، حاجه جميله، ما شاء الله، مظهر مشرف. بشكر لازم كل الاجهزه الحقيقه اللي ساعدتنا بشكل كبير جدا، الاجهزه الامنيه، تذكرتي، استادات، الحقيقه الجمهور نفسه الحقيقه وسعي ان هو يبقى في ظهر النادي الاهلي. مبروك للاعبين، الاجهزه الفنيه، مبروك لينا. الحمد لله الف مليون سلامه على الكابتن محمود. ان شاء الله الكابتن يرجع النادي الاهلي على طول ان شاء الله باذن الله خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله رب العالمين، ينور النادي الاهلي. مبروك ليكم ومبروك لكل مصر كلها يا رب. معالي الوزير في لقاء مع رئيس هيئه استاد القاهره قال لي اتصالات على مدار ال 24 ساعه من معالي الوزير العمري فاروق والاداره التنفيذيه انهم يوفروا ويسهلوا كل الامور لجمهور النادي الاهلي. بص ده شغلنا، يعني ده شغلنا، احنا اتكلفنا بملف وكلنا بنشتغل مجموعه عمل الحياه كبيره من مجلس اداره ومن جهاز تنفيذي ومن قطاع اعلامي مركز اعلامي والاجهزه المحيطه بالدوله، فالحقيقه بنشكرهم مجهود كبير. والمنظر النهارده الحقيقه كان مبدع، كان مشرف، حاجه بص حاجه ممتعه، حاجه سعيده، في فرحه، سهره رمضانيه، قول زي ما انت عايز بقى، بس مبروك مبروك سعاده جماهير النادي الاهلي. الامر والمباراه صعبه وظروفها وتوقيتاتها، خدتوا القرار والثقة من الدولة المصرية وأيضا من الجماهير النهاردة، بالجماهير بتوفي بالوعد، كلمة من القلب للجمهور. بنعشقكم وبنعشق تراب رجليكم، جمهور الأهلي عظيم، جمهور نتشرف بيه دايما دايما، سند النادي الأهلي ودايما في ظهر النادي الأهلي. مبروك 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 مبروك. شكرا جزيلا زميل العزيز فاروق صلاح. تعالوا مرة تانية بقى نروح لزميلنا محمد توفيق ولقاء خاص مع مستر كولر بعد المباراة. نهدى الصوت من استاد القاهرة من جديد، بتواصل معاك يعني كابتن أيمن، ضيوفك الكرام، كل جمهور النادي الأهلي في كل مكان، ألف مبروك، فوز كبير. النهاردة معانا يعني نجم من نجوم المباراة واللي قادها باقتدار من قبل المباراة كمان بأكثر من أسبوع، مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي، ومعانا كمان بعملية ترجمة دكتور خالد الجوادي. يعني الدكتور خالد بنهني مستر كولر في البدايه. هو بيقول في الاول انا ما عملتش حاجه، عشان بترجم له المقدمه فبيقول انا ما عملتش حاجه النهارده. احنا كنا في التدريبات ولامسين دوره وشايفينه بيشتغل بمنتهى الهدوء، مع انه كان معاه معظم اللاعبين ما كانوش موجودين، كانوا في المنتخب. ولكن هو كعادته شغال بمنتهى الهدوء بمنتهى التركيز وراسم الخطوط والاهداف اللي هو عايزها وبيحقق اهدافه النهائيه. Ja, danke. Shukran. Ja, ich glaube, es ist halt notwendig, dass man konzentriert arbeitet. مهم جدا ان الواحد يشتغل بتركيز. Es ist natürlich schwierig, wenn nur die Hälfte der Mannschaft. طبعا بيبقى في صعوبه ان ما فيش غير نص الفرقه بس اللي معاك. Und viele Spieler, Nationalspieler. وفرقة لعيبه كتير جن بتبقى في المنتخب او في المنتخب الاولمبي. تبقى فقد لعيبه كتير. ففي الجزء التكتيكي بيبقى صعب جدا ان انت بتشتغل تكتيكي مع نص الفرقه بس. Darum bin ich auch immer wieder froh, wenn die Nationalspieler wieder zurückkommen. Und ich bin فرحان قوي لما لعيبه المنتخب ترجع سليمه، دي بالنسبه لي مهمه جدا عشان ابدا اشتغل معاهم على طول. ان انا اقدر اشتغل مع المجموعه بالكامل وان انا اتمرن معاهم على الحاجات اللي احنا عايزينها والحاجات اللي محتاجينها في الماتش اللي احنا داخلين عليه، فده بيبقى مهم بالنسبه لي جدا اشتغل مع المجموعه ككل. Wir im Team sind froh, wenn dann natürlich auch so ein Ergebnis rauskommt und wir jetzt am letzten Spiel uns noch qualifizieren konnten. واحنا كفريق عمل كامل مبسوطين جدا طبعا بالنتيجه وان احنا نكسب 3-0 نتيجه كبيره ونتاهل في البطوله نكمل في البطوله يعني. في ظل ظروف صعبه ولكن في لاعبين كمان هو واثق فيهم جدا، ادهم الثقه، اعتمد عليهم لعيبه كتير جدا، على سبيل المثال مروان عطيه، كهربا،
اكتر من لاعب وثق فيهم واداهم والنهارده ما خيبوش ظنه وكانوا عند الموعد. Und sie haben das auch dagegen als Gegengabe dann gegeben, dass sie gute Leistung gezeigt haben. Genau. Also darum bin ich ja Trainer. Und Sie sind مدرب وانت صحفي او مذيع. الناس ما بتبقاش موجوده اعلاميين ما بيبقوش دايما معانا كل يوم او جمهور. وانا اللي بشوف كل حاجه في التمرين كل يوم وبشوف اللعيبه كل يوم واقدر احكم على حالتها في التمرين. Darum gebe ich Antworten und er fragt. وعشان كده انت بتسال اسئله هو بيجاوب عليها، كل واحد بيعمل شغلته. رسالة يقولها لحسين الشحات خاصة في ظل الظروف الصعبة اللي هو فيها، وهو كان في علاقة خاصة بينهم على الخط النهاردة، ان هو اداله وثق فيه وحسين كان عند الموعد النهاردة، يقول له ايه؟ und du hast mit ihm auch gesprochen an der Linie, was sagen Sie zu Hussein heute? Ja, also hat war ja längere Zeit verletzt, hat dann هو طبعا كمان كان مصاب قبلها بفترة. Im letzten Spiel in Cotton ist er noch ein paar Minuten rein. نزل في ماتش القطن، نزل خد دقايق من المباراة بدأ تجهزه من ماتش القطن. Hat dann eigentlich auch gut trainiert jetzt die letzten Tage. وبيتمرن كويس جدا من بعد ماتش القطن. Und gut hatte dann mit dem Tod seines Vaters dann noch nochmals emotional. كمان بعد وفاة والده كان الامور صعبه على مشاعره، كانت صعبه جدا طبعا ان انت تعيش احباط زي ده وحزن كبير زي ده، لكن هو جاي لي واحنا اتكلمنا مع بعض كتير واديت له يوم اجازه عشان يقدر ان هو يشتغل ذهنيا ونفسيا على انه يتخطى المرحله الصعبه دي في حياته. ورجع وقال لي انا دلوقتي جاهز وقادر ان انا اقدر اشارك، وكان بيتمرن كويس قوي. انا كنت عارف طبعا ان هو بعد ظروف زي دي صعب ان هو يبقى 100% موجود انه يلعب من اول المباراه، هيبقى صعب جدا. لكن مع الكواليتي اللي عنده ومهارته الفنيه عاليه جدا والحرفنه اللي عنده قدر ان هو يساعدنا جدا وجاب جونين حلوين قوي. يعني مستر كولر عاوز اساله عن مشاعره النهارده، هو دايما بيتكلم عن جمهور النادي الاهلي وبيبقى دايما بيشيد بيهم، يعني ابتداء من مباراه المحله كان اول مره يبقى للساعه الكامله الجمهور النادي الاهلي موجوده وكل الماتشات، النهارده بقى شعوره ومشاعره بعد كمان المؤتمر الصحفي وثقته في الجمهور، دخل النهارده ولقى 50,000 متفرج في الملعب، كان شعوره ايه ومشاعره ايه؟ 50,000 dann gesehen, was ist Ihre Gefühle zu den Ahli-Fans? انا جيت النادي الاهلي اصلا عشان انا سمعت عن جمهور النادي الاهلي، انا جاي عشان جمهور النادي الاهلي وشفت صور وفيديوهات ازاي ان جمهور النادي الاهلي بيدعم وازاي ان جمهور الاهلي كبير وحضور النادي الاهلي في الجمهور في المدرجات، هو ده اللي جابني. وبعدين اول ما جيت لقيت ان احنا للاسف ما بنلعبش غير قدام الاف قليله جدا، حاجات عدد صغير جدا اللي بيلعب كل مباراه. اول ما دخلت الملعب وجريت كده ودخلت شفت الجمهور، حسيت بكم مشاعر رهيب وحسيت باحساس غير عادي، واتمنى ان احنا الماتشات اللي جايه نشوف دايما الجمهور ده دايما معانا. لو هيتاح له الفرصه انه يكلم كل واحد في الجمهور ويقول لهم رساله، هيقول لهم ايه كل جماهير النادي الاهلي النهارده؟ Was sagst du dann spezifisch dann zu den Ahli Fans, dann wenn du etwas denen sagen möchtest, zu einer von denen? Ja, also das ist dass sie natürlich immer viel verlangen, dass sie immer انا عارف ان دايما جمهور الاهلي دايما ما بيشبعش، عايز دايما مكسب على طول، وان احنا لازم نحاول نكسب كل حاجه. Gelingt nicht immer, aber ich glaube, للاسف ما بتبقاش كل مره بنقدر، بس لكن انا بشكرهم جدا وانا مبسوط جدا عشان قدرت ابسطهم واسعدهم النهارده، وبتمنى ان هم يفضلوا يدعمونا دايما ويكملوا دعمهم دايما، وان حتى لو في مره ما لعبناش ماتش كويس احيانا بيبقى الماتش اللي احنا ما نلعبش فيه كويس محتاجين دعم الجمهور فيه اكتر من الماتش اللي احنا بنلعب فيه كويس. وكمان اللعيب نفسه انا بدعم اللعيب بتاعي ولازم يبقى عندهم ان هم يتفهموا شويه ان في لعيبه ممكن يبقى مش يومه، ان انا ما اضغطش عليه، بالعكس بساعده، بخلي اللعيب بتاعي لانه جزء مننا انه يرجع تاني لمستواه، وان انا ادعمه وان انا ارجعه تاني مش اكثر لعيب بتاعي. لان كلنا في كلنا بنشتغل، اي حد في شغله مش دايما كل يوم عنده احسن يوم، في ايام الواحد بيروح الشغل مش احسن حاجه، وده نفس الكلام للاعيب الكوره، احيانا ممكن يبقى في يوم اللاعب مش احسن حاجه، ولكن احنا المفروض الجمهور يتفهم ده ويدعم ويساعد اللعيبه اكتر اللي هي عندها مستوى مش قد كده عن اللعيبه التانيه. اخيرا بنشكره، ويعني هو اشر لنا ساعه الفطار على تيشيرت النادي الاهلي وقال لنا النادي الاهلي هيفضل دايما رقم واحد، وكان متفائل وكان كله ثقه. Und du warst 100% sicher, dass wir heute gewinnen. Lass uns dieses Vertrauen anschauen. بشكركم جدا، بشكركم.
كابتن ايمن، ده كان لقائنا مع مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي بعد فوز كبير وعظيم جدا والحمد لله تحقيق الهدف من المباراه والصعود لدور الثمانيه، ويبقى دايما النادي الاهلي في المقدمه، يبقى دايما الاهلي رقم واحد. كمان كابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا زميلي العزيز محمد توفيق. واضح ان مستر كولر راضي عن الاداء ومنبهر بوجود جماهير النادي الاهلي النهارده. الحمد لله رب العالمين، فرحه كبيره. هنروح مره اخرى لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع مهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي، ومنه الفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. انتظرونا. مستمرين مع حضراتكم مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. دور كبير جدا زي ما قلنا للدوله المصريه، ودور كبير جدا لمجلس اداره النادي الاهلي ولجنه المباريات. واحد من ابناء النادي الاهلي، امين صندوق النادي الاهلي، المهندس خالد مرتجي. باشمهندس برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. يوم في حب مصر، يوم في حب النادي الاهلي، الصوره اكتملت بالصعود. الحمد لله رب العالمين. مبروك للشعب المصري، مبروك الجماهير العظيمه اللي جت النهارده. يا جماعه الكوره بدون جماهير اكنها جنينه من غير ورد. الجمهور الاهلي النهارده عمل ملحمه، وجمهور الاهلي دايما ورا فرقته، وجمهور الاهلي هو السند وهو الـ 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 الدرع والسيف بتاع فرقتنا. فاتمنى ان شاء الله من المسؤولين، ولازم نشكر الامن ان هم كانوا معانا وقدروا ان احنا نبقى الاستاد على زي ما انت شايف كده اكتر يمكن من 50,000. واتمنى عوده الجماهير، لان عوده الجماهير بالنسبه للنادي الاهلي ده لاعب رقم واحد. وان شاء الله خير. مبروك مبروك للاهلاويه، مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، مبروك للكابتن محمود الخطيب وربنا يشفيه ويعافيه. كابتن خطيب، كابتن خطيب هو الخير والبركه، هو رمانة الميزان، هو الراجل المحترم اللي ما بتطلعش من ايه، من بقه العيبه، اللي ما بتطلعش من بقه العيبه. صباح الخير. من جديد بتواصل معاك كابتن ايمن وتغطيتنا مباراه الاهلي والهلال والصعود المستحق لدور الثمانيه والنتيجه كبيره 3-0. يعني الجهاز الفني كله متكامل معاك، الجهاز الاداري، الجهاز الطبي، كلهم كانوا شركاء في هذا النجاح وكان لهم دور. معانا طبيب الفريق دكتور احمد ابو عبله. دكتور احمد، يعني الف مبروك الفوز، دوركم كان مهم جدا، عدد كبير جدا من اللعيبه اهلتوهم، اللعيبه كمان كانت جايه من سفر ومسافات طويله، الحمد لله قدرتوا تاهلوهم والحمد لله الفريق كله كان واقف على رجله. يعني كلمنا بقى على الفريق بشكل عام ومجهودكم الفتره اللي فاتت، وطمنا كمان على اللعيبه الغايبه. يعني الحمد لله توفيق، والله ربنا كرمنا النهارده الحمد لله، نتيجة كويسة جدا. يعني بتعبر عن الرغبة اللي كانت موجودة عند اللاعبين، وبتعبر عن المجهود برضو اللي بذل الفترة اللي فاتت. فالحمد لله على كل حال، والحمد لله على النتيجة. بالنسبة لحالنا الطبية الحمد لله الأمور بتاعتنا مستقرة. طبعا كان في مجهودات كبيرة جدا الفترة اللي فاتت علشان خاطر استشفاء اللاعبين اللي كانوا راجعين من المنتخب. انت عارف ده أول مباراة لينا برضو في رمضان مع الصيام لباقي الفريق، فكان لخبطة المواعيد والحاجات دي، انما الحمد لله قدرنا ان ربنا يوفقنا والامور مشت كويس. حصل تأقلم وكان كويس جدا، زي ما شفنا الاداء في الملعب كان كويس الحمد لله. كانش في عندنا بس غير امبارح كان طاهر كده كان حاسس ببعض الالم العضليه، فضلنا ان احنا ما نجازفش بيه يعني، او ان احنا كانت حاجه بسيطه جدا، حاجات خفيفه جدا، الام عضليه عاديه جدا، ولكن كان الراي ان احنا لا نحافظ عليه. ان شاء الله باذن الله هنعيد تقييمه كده بكره، وربنا يسهل ان شاء الله احتمال كبير يكون معنا في التدريبات الجماعيه. بقيه الفريق الحمد لله الامور بالنسبه لهم ممتازه. متولي برضو رجع التمرين، اتمرن تمرين كامل النهارده، متوقع ان شاء الله ياخد التمرين كله مع الفريق بكره باذن الله. بعض الالم العضليه كده عند بعض اللاعبين، احتمال هيبقى في بعض التدوير بسبب الالم العضليه ديت او بسبب حاله الاجهاد، ممكن يكون فيهم ناس من المنتخب. فيعني انما الامور عموما الحمد لله كويسه ومستقره وربنا كريم ان شاء الله. دكتور احمد، يعني صيام ورمضان ومباريات مهمه ولاعيبه مسافره ومرتبطات مع منتخب، كل دي لخبطه، لكن بيتعاملوا ازاي خاصه في ظل الصيام؟ انا عارف ان عاملين مجهود كبير كمان مع دكتور ايهاب علي اخصائي التغذيه، وفي سيستم كده احنا كنا مطلعين عشان معاكم في التدريبات على طول، في سيستم وقياسات، يعني كلمنا اكتر على الجزئيه دي. يعني طبعا ان احنا ننظم للاعبين، هو طبعا عندهم وعي كبير جدا جدا، عشان ننظم للاعبين النظام الغذائي بتاعهم، كل لاعب ليه النظام الغذائي بتاعه، الدكتور ايهاب بيشرف عليه طبعا، مواعيد الفطار، نوعيات الاكل اللي ممكن تاكل في الفطار، مواعيد السحور، ايه اللي بينهم، ايه اللي ممكن ناكله بينهم، في محاضرات على النوم، ازاي ان احنا يحصل تكيف وتاقلم على النوم في رمضان، خصوصا ان الاوقات بتتغير شويه، معظم الناس بتنام بعد صلاه الفجر او بعد السحور.
فكان في محاضرات ازاي ننام، كام ساعه متواصله، ايه اللي نقدر نعمله عشان نعمل ريكفري كويس، نصحى امتى، كل التفاصيل الصغيره دي كنا بنتكلم فيها مع اللاعبين. الحمد لله يعني ده وصل لهم، والحمد لله هم ماشيين يعني على نظام سواء غذائي سواء نظام في النوم، طبعا تدعيم برضو الجزء اللي هو النفسي ده كان مهم جدا في الفتره اللي فاتت، ويعني ظهر بصمات الفرد الجديد او العضو الجديد معنا في الجهاز الطبي اللي هو دكتور الاخصائي النفسي. يعني الحمد لله امورنا كلها ماشيه كويس، الحمد لله بصمات الافراد كلهم موجوده، ويعني ربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. شكرا دكتور احمد، موفقين باذن الله. ربنا يكرمك توفيق. شكرا. كابتن ايمن دخل اللقاء مع دكتور احمد ابو عبده رئيس الجهاز الطبي لفريق النادي الاهلي. مستمرين مع حضراتكم تغطيتنا لمباراه الاهلي وفوزه على الهلال بثلاثيه نظيفه والتاهل لدور الثمانيه. كما كابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق. كابتن بلال، يمكن مستر كولر اتكلم في حاجات كتير وقال في البدايه طبعا زي ما انتوا اتكلمتوا، بشكر جماهير الاهلي اللي ساند الفريق بقوه امام الهلال، اجواء خياليه لم اكن معتاد عليها. اول مره اشوفها. اول مره اشوفها بالطريقه دي. ما شاء راح السوبر في الامارات. بس مش بالشكل ده، شكل الملعب كانش 50000 كده، نص ونص ولا بالارقام دي. قصدك نص ونص؟ انت بتتكلم النهارده، انت بتتكلم النهارده على الاستاد كله نادي جماهير النادي الاهلي، فالموضوع مختلف يعني. صحيح. اتفضل يا نجم. يعني في 50000 او 60000 اهلاوي، وفي خمسه سودانيين النهارده اعتقد في الجمهور كانوا بيشجعوا. ما جبناش الكاميرا عليهم، بس يعني الغالبيه كانت النادي الاهلي. اكيد طبعا، عشان ده ملعبك وده جمهورك يا كابتن ايمن. فطبعا الراجل بطبيعه الحال يعني اعتقد الكم الكبير من الجمهور ده بقاله كتير ما شافوش يعني، تمام، والكم التشجيع الرهيب ده، وهو كمان يعني جمهور الاهلي مش محتاج حد يثني عليه يعني، لكن هو الراجل حقيقه يعني بيقول انا المنظر ده والشكل ده والتشجيع ده والايقاع في التشجيع ده انا ما شفتوش قبل كده، وان انا منبهر بالشكل ده. لا احنا بنقول لمستر كولر دي قله لسه من جمهور النادي الاهلي، مش ده جمهور النادي الاهلي الكبير. انت لسه اتفرج بقى ان شاء الله لما ايه ما تشوفش حاجه. لا لسه ما شفتش. دي البذره لسه شويه يعني، تمام، يعني دي اللقطه الاولى. لكن لما نروح السيمي فاينل ان شاء الله وربنا يكرمنا الفاينل السنه دي، اعتقد هيبقى بره وجوه يبقى رايح جاي ان شاء الله، تمام، ويسمح ان شاء الله الجمهور الاهلي يدخلوا، لا هتلاقي الاستاد يعني بره وجوه، هتلاقيه فل الاستاد، هتلاقيه بره وجوه، هتلاقي الدنيا مختلفه تماما يعني. صحيح. جمهور الاهلي بيحرك الصخر زي ما قلنا، وبيحرك بيخلي الحجر ينطق يعني، وتواجده مهم جدا 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 بالنسبه للعيبه، مهم جدا كمان الفتره اللي جايه يبقى الجمهور موجود في الملعب عشان اللعيبه كمان تاخد على كده، ما يبقاش حته الرهبه يعني، ما يبقاش حته الرهبه تتشال بقى خلاص. بالزبط. يعني انا متعود ان الاهلي الجمهور ده سبورت بالنسبه لي، تمام. استاد القاهره ده طول عمره مقبره الفرق. بالزبط. طول عمره، سواء اذا كان منتخبات او انديه، تمام، يعني الاهلي رقم واحد طبعا للحصول على البطولات الكبيره، وبعد كده تيجي من بعديه بقيه الانديه اللي اخذت بطولات افريقيا والبطولات العربيه. لكن قصدك الفرق اللي بتيجي تقابلنا على استاد القاهره؟ طبعا بتيجي تقابلنا على استاد القاهره، انا بتكلم على الفرق الافريقيه. بالزبط. تمام، بتيجي هنا بتهتز غصب عنك كابتن ايمن لما تروح تلعب فريق بحجم النادي الاهلي وبامكانياته. انت ما بتلعبش فريق لوحده، انت بتلعب فريق معاه جمهور كبير. بالزبط. يعني بتلعب امكانيات فنيه وبتلعب حماس شديد جدا 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 جدا، تمام. فالنهارده يا جماعه تواجد الجمهور النهارده رقم واحد في مصلحه اللعيبه دي، يحمسهم يؤازرهم. فالراجل النهارده الحقيقه يعني بيتكلم كلام منطقي جدا عن جمهور النادي الاهلي. ادى النهارده اداء رائع جدا جدا راقي الراجل، كمان النهارده اداؤه عجبني الحقيقه، تغييراته سريعه منطقيه، تغييرات حقيقيه. يعني في بعض الاوقات كنا بنقول يا جماعه الراجل طب ليه غيرت ده، طب ما حطيتش ده مكان، لكن النهارده الحقيقه كل التغييرات اللي احنا حتى توقعناها في الاستوديو هو برده الراجل التغييرات هي في نفس التوقيتات المطلوب ان هو يغير فيها. هو الكلام ده يمكن هو مش محتاج ان احنا نثني عليه، هو اثنى على نفسه وقال ان انا تغييراتي كانت جيده وفي توقيتها. ودي على فكره حاجه كويسه كابتن ايمن، لما المدير الفني يبقى عارف امتى بغير صح وامتى بغير غلط. يعني صحيح. انا غيرت النهارده كويس، التغييرات عملت الناتج الجيد بالنسبه لي طبعا يعني، واثنين على كل اللعيبه طبعا، لان اللعيبه ادت بشكل كويس يعني، وانا باثني على حسين الشحات يعني تحديدا، وعلى بيرسي تاو بشكل اكبر جدا، لانه كان مفتاح لعب مهم جدا جدا بقاله فتره كبيره
مفتاح لعب جيد بالنسبه للنادي الاهلي وفي ايد تترفع بتقول كهرباء انا حضرتك هي فتح طبعا هو طبعا كهرباء فتح البدايه وبجون انت نفسك كنت قاعد بتتفرج جنبي عليه اثنيت عليه بص يا كابتن في بدايه الاستوديو انا قلت لك ايه التوفيق مدير فني يعني في لعيب بيبقى موفق هو ده انا عايزه تمام ممكن ما تعملش احسن حاجه في الماتش لكن انت انا بالنسبه لي ليك دور مهم جدا التوفيق مع كهربا الفتره اللي فاتت دي كلها الحمد لله فطالما اللعيب موفق لازم احطه في الملعب في اي وقت من الاوقات ممكن يسجل هدف لكن الحقيقه الهدف اللي سجله كان هدف رائع جدا 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 قوي يعني هو اضاع هدفين ثلاثه بس يعني اجتهد فيهم وحطهم تمام لكن ما كانش موفق فيه لكن الهدف كان رائع الحقيقه جدا جدا هدف كهربا. طيب نروح لزميلنا محمد توفيق مره ثانيه ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي. من جديد بتواصل معاك كابتن ايمن عقب انتهاء مباراه الاهلي والهلال السوداني وفوز كبير 3-0 للنادي الاهلي والصعود لدور الثمانيه دوري ابطال افريقيا ومعانا واحد من نجوم المباراه ولكن خارج الخطوط دوره كبير جدا مع الفريق في كل الاوقات كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي الف مبروك يمكن كان زي ما تقول دايما كده على ربه في دوري ابطال افريقيا خاصه في دوري المجموعات لكن الحمد لله النادي الاهلي كعادته دايما عند المواعيد الكبيره وفوز كبير النهارده مش بس يعني فوز وتأهل لكن فوز كبير واستحقاق اعتقد ليه معاني كبيره جدا عندكم. الحمد لله يعني واحده من اللقاءات الصعبه في احداثها ومشوارها لكن يعني من ايام 2001 واحنا نفس الكلام احنا اللي بنحط نفسنا في الوضع ده لكن في النهايه بيتحقق الهدف يعني. يعني مباراة زي ما قلت كانت صعبة جدا في تحضيرها نفسيا تحضيريا عدد كبير جدا جدا من الأهداف في أول 7-8 دقائق كان ممكن يريحك لكن المباراة لحد 2-0 أنت قاعد قلقان يعني الواحد بدأ يفرح بشكل كبير قوي بعد الهدف الثالث لأنه اداك ارتياحية 2-1 تطلعك بره يعني الحمد لله الهدف اتحقق هنشوف بقى يوم 5 هنقع مع مين في القرعة لكن الحمد لله المرحلة خلصت يعني خلينا نقفل صفحتها ونخش الدوري يوم 5 مع المحلة ويوم 10 فاينل كاس مع بيراميدز احلى ما في اللقاء النهارده هي الشكل الجماهيري والحضور الجماهيري وحشونا جدا الاستاد بقاله كتير جدا كان مباراه للاهلي طبعا كانت موجوده في المنتخب في مباراه السنغال لكن الاهلي بالشكل العظيم ده بالانضباط الرائع ده بالتشجيع الفظيع ده يعني من الساعه 4 الناس فطرت هنا يعني على ثقه في فريقها وعلى حب لناديها يعني فبشكرهم جدا وان شاء الله الرحمن اللي جاي باحسن باذن الله. اللاعبين في ظل هذه الظروف الصعبه ممكن الجماهير كانت عند الموعد وعملت اللي عليها وكانت موجوده زي ما حضرتك قلت من بدري جدا اللاعبين خاصه في لاعبين كتير اول مره يلعبوا قدام الجمهور ده كله كانوا انتوا معاهم قلت لهم ايه وتقول ايه للاعيبه النهارده الرجاله اقول لهم يعني هو واحده بتمثل صوره من صور الاهلي يعني انت عشان تلعب في الاهلي لازم تكون عندك الشخصيه والتفكير والعقليه اللي تعرف كويس قوي انت بتلعب فين بتلبس تيشيرت مين اللي وراك مين الناس اللي موجوده يعني على مدار يعني من يوم 18 من مباراتنا بعد مباراتنا بالقطن كانت 17 وبعد مباراه سان داونز مع الهلال يوم 18 ما بمشيش في مكان ما بتخشش اي حته او بتاكل في اي مطعم او ماشي في الطريق او في اي حته يعني غير الناس بتكلمك على مباراه الهلال اعتقد ده بيتنقل على طول للعيبه عشان كده اي لعيب بيجي النادي الاهلي لازم يكون عنده العقليه اللي تستوعب الضغوط اللي موجوده ديت يعني تنقلها ضغوط ايجابيه ودافع بالنسبه لك وحافز ان هو يزقك لمانيا لا قدر الله بيبقى عامل سلبي بالنسبه لك وما تقدرش تستحمله فلازم عشان تبقى في النادي الاهلي تبقى عارف كويس قوي حجم الجماهيريه اللي كانت موجوده ودي واحده من الصور البسيطه جدا اعتقد لو الدنيا كويسه ودي خطوه كويسه قوي 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 الحمد لله انها اتخذت النهارده ان شاء الله الرحمن اللي جاي يبقى احسن باذن الله. هتستثمروا الفوز النهارده ازاي وفوز كبير بنتيجه كبيره عندنا ماتش في الدوري عايزين ناكد الصداره وبعدها على طول قدر النادي الاهلي بطوله ثانيه على طول وكاس مصر يوم 10 يعني مفيش 10 ايام على طول هتستثمروا الفوز النهارده ازاي وهتقول للعيبه؟ اقول لهم خلاص يعني من بكره بتقفل الصفحه احنا عندنا تمرين بكره على طول هنخش للدوري بطوله محليه وبعد كده بطوله الكاس يوم 10 يعني الكلام دايما في اللي فات اعتقد ان هو مش عايز اقول بيضيع وقت الكلام في اللي فات هي حاجه رصيد بتحتاجه لما تكبر شويه في السن وتبدا تحكي للناس يعني لكن دلوقتي هو اليوم بيومه المباراه بتاعت النهارده هي مباراه النهارده مباراه بكره هي مباراه بكره الاسبوع اللي جاي هي مباراه الاسبوع اللي جاي كل مباراه لها دوافعها عشان تبقى انسان ناجح لازم تبقى عارف كويس قوي ان بكره خلاص لازم استعد له النهارده راح بكل ما فيه او امبارح راح بكل ما فيه عشان تبقى انسان ناجح لازم تفكر في بكره عامل ازاي بكره مباراه المحله يعني اعتقد الاستعداد ليها هو ده التفكير وهو دي الحاجه الايجابيه اللي ممكن نتكلم فيها يعني. اخيرا رمضان والذكريات خاصه مع كابتن سيد ودايما في دوري ابطال افريقيا في رمضان الحمد لله النادي الاهلي موفق جدا طبعا كان هدف الترجي الشهير وكمان البطولات اللي فاتت الصعود امام الرجاء السنه اللي فاتت اعتقد رمضان شهر الذكريات وشهر الفوز النادي الاهلي شهر بركه طبعا وسعاده وخير يا رب على الامه الاسلاميه ومصر تحديدا يا رب باذن الله يعني الحمد لله رب العالمين جون الترجي ده عايش عليا ها
كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع كابتن صلاح عبد الحفيظ مدير الكوره. فرحه كبيره جدا هنا جماهير النادي الاهلي، زي ما قلت لك قبل الماتش يا كابتن ايمن بتعزف سيمفونيه كبيره جدا. الحمد لله زي ما قلنا الحمد لله اتكللت بالنجاح وفوز النادي الاهلي بنتيجه 3-0 في مباراه كبيره جدا اثبتت قدر النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي. الف مبروك لحضرتك لضيوفك وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. الكلمه للكابتن ايمن، اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. ومن محمد توفيق نروح لزميلتنا روزان نصر في اهلي مدينه نصر ونشوف فرحه اعضاء النادي الاهلي بعد المباراه. كابتن ايمن برحب بيك طبعا مره تانية وبرحب بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي وبرحب مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك طبعا فوز النادي الاهلي على الهلال السوداني بنتيجه طبعا 3-0، يعني فرحه كبيره اكيد ويوم كبير والجماهير في كل مكان فرحانه. حاليا من مقر النادي الاهلي في فرع مدينه نصر طبعا يعني هاخد اكيد راي الاعضاء بعد المباراه. راي حضرتك في المباراه طبعا؟ اه طبعا والله اداء جميل جدا ومشرف والله العظيم. الف مبروك طبعا. تحب تقول ايه لجماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي؟ طبعا الاستاد النهارده كان فيه 50 أو 60 ألف، واحنا اكبر حاجه فرحانين ان الاهلي رجع الجمهور للاستاد تاني. طبعا اولا بنشكر الاستوديو التحليلي على الروعه بتاعته وكابتن ايمن وكل اللي قاعدين معاه، وبندعي طبعا للكابتن خطيب ربنا يشفيه ويعفو عنه، هو في قلبنا وبندعي لك في الايام المفترجه دي. حبينا نوصل رساله بس للسودان كلها ان مصر بلد الامن والامان، وانتوا جيتوا هنا شوفوا من اول المطار لحد ما تخرجوا انتوا في بلد الامن والامان، وهتروحوا وتيجوا برضو احنا اشقاء واخوات وبنشرب ميه واحده ونهر النيل واحد، مشاكلنا واحده، الكوره وغير الكوره احنا مش بنبص في الكوره، الكوره رياضه، الكوره رياضه، الرياضه بتجمع مش بتفرق. بنبارك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم، كل الجمهور اللي جاي من كل المحافظات ده بنبارك له وبنقول لهم الف مبروك للاهلي ان وصوله دي المرحله الاولى. احنا المرحله الكبيره ان احنا الكاس، عايزين الكاس، ما بنلعبش غير المركز الثاني مش بتاع الاهلي، الاهلي بيلعب مركز اول طول عمره، الثاني بقى هزيمه. شكرا لكم، شكرا لقناه الاهلي وشكرا للكابتن ايمن. الف مبروك طبعا للنادي الاهلي. تحب بقى تقول ايه لجماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وشايف مين رجل مباراه النهارده؟ طبعا جماهير يعني جماهير الاهلي انتوا اعظم جماهير في الدنيا، واحب اقول للعيبه الف مليون مبروك وان شاء الله يعني اداء احسن ونكسب الكاس. الف مبروك طبعا للنادي الاهلي، يعني مباراه كبيره وفوز كبير. تحب تقول ايه بقى للاعيبه النادي الاهلي وشايف مين يستحق يكون رجل مباراه النهارده؟ الف مبروك للنادي الاهلي، لعيبه رجاله، اداء مشرف. حسين الشحات، عايز اقول لك حاجه، ربنا يرحم ابوه، والله اكبر عليك يا حسين الشحات، حاجه بسم الله ما شاء الله. وكهربا، الحمد لله الحمد لله هناخد الكاس، وخليكم فاكرين خليكم فاكرين ان شاء الله الكاس في الاهلي ان شاء الله. ابو صلاح بيقول الكاس في الاهلي ان شاء الله باذن الله. والف شكر كابتن ايمن. اكيد طبعا يعني شفنا مع بعض فرحه الجماهير هنا في فرع يعني نادي الاهلي فرع مدينه نصر. بشكرك طبعا وعوده ليك مره ثانيه. شكرا جزيلا الزميله العزيزه رزان نصر، وفرحه الاعضاء فرحه جميله جدا جدا. هم دول جماهير النادي الاهلي، حتى اللي ما راحوش الاستاد جماهير النادي الاهلي عينه منهم في اهلي مدينه نصر، اهلي الجزيره، اهلي الشيخ زايد، هم دي جماهير النادي الاهلي حتى لو ما راحوش يا كابتن شريف. بنشكر كل جماهيرنا في الدول العربيه كلها، في الدول طبعا العربية. صحيح. مع الوزير احمد قطان بعت لكم وبيبارك لكم وبيبارك الاستوديو والنادي الاهلي. هو دايما دايما على تواصل معانا فعلا. صحيح. الف مبروك. ربنا يبارك له، الله يخليه، الله يشكره لنا كتير. الحاج ابو هاب، الحاج ابو هاب، ناسي الحاج ابو هاب، الحاج ابو هاب يعني حاجة ابو هاب على طول طبعا. راجل من ابو هاب ده حلقه خاصه جدا، الجماعه اللي هم المخلصين جدا 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 الحقيقه. لا طول ثانيه بثانيه معانا في الاستوديو بصراحه. صحيح صحيح. طيب كابتن اسامه، من كلام المستر كولر هو قال لك احنا بقى خلاص احنا هنطوي، بس خلينا قبل المستر كولر نقول كابتن محمود الخطيب بيشكر الدولة المصرية ويشيد بجماهير الأهلي ويهنئ الجهاز الفني واللاعبين. وجه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الشكر والتحية إلى كافة مؤسسات الدولة المصرية التي سمحت بهذا الحضور الجماهيري الكبير في مباراة الأهلي والهلال السوداني في ختام دور المجموعات من دوري الأبطال، الأمر الذي كان له الأثر الأكبر في تحقيق هذا الفوز العريض، فضلا عن خروج المباراة بشكل حضاري يليق وقدرة مصر الكبيرة على تنظيم كافة الأحداث الرياضية، مؤكدا على تقديره الكامل لما لقاه النادي الأهلي من دعم ومساندة من كافة مؤسسات الدولة.
وحرص الكابتن محمود الخطيب على الإشادة بسلوك جماهير الأهلي العظيمة الذي اتسم بالرقي والالتزام والتشجيع المثالي للاعبين وتحفيزهم طوال المباراة، مؤكدا على أن هذا الجمهور الوفي كان دائما وأبدا صاحب الصورة المشرفة وشريكا في كل النجاحات والانتصارات التي تحققت محليا وقاريا على مر التاريخ. وجه رئيس النادي التحية إلى الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين على أدائهم الذي تميز بالتركيز الشديد وعدم التسرع حتى تمكنوا من تحقيق آمال جماهيرهم والفوز بالمباراة والصعود إلى دور الثمانية لاستكمال مشوار البطولة. وحرص أيضا الكابتن محمود الخطيب على توجيه الشكر إلى زملائه أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على العمل في هدوء وبعيدا عن أي ردود أفعال أو ضغوط كعادة النادي الأهلي دائما في كافة المواقف. كابتن أسامة، كابتن محمود الخطيب يشكر الجميع بداية من مؤسسات الدولة، الجماهير، باللعيبة، بالمنظومة كلها. وإحنا أشدنا هنا صراحة في بداية كلامنا بالدولة المصرية بكافة مؤسساتها، الناس اللي اشتغلت والناس اللي تعبت علشان يخرج الشكل الحلو ده النهاردة اللي بيمثل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، وعلشان نقول النهاردة هي دي البداية إن شاء الله لعودة الرياضة بقوة وعودة جماهيرنا مرة أخرى للملاعب المصرية في كل المباريات سواء لمنتخب مصر أو النادي الأهلي. فالنهاردة الحمد لله جمهور النادي الأهلي رسم الطريق وبعت الرسالة إن شاء الله، لا عايزين المباريات القادمة مزيد بكل الجماهير وعايزين الله بكل المحافل الموجودة الجمهور يكون موجود. فعشان كده النهاردة بنشكر زي ما بنشكر الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، بنشكر أيضا جمهور النادي الأهلي العظيم اللي ضرب النهاردة أروع الأمثلة النهاردة في الحضور وفي الرقي في الدخول في الخروج في كل الشكل الحلو والصورة الحلوة اللي ظهرت النهاردة. بس ده كان متوقع، يعني ده كان متوقع من جماهير النادي الأهلي. النادي جمهور النادي الأهلي ما مش محتاج مناشدة، هو بالزبط عارف دايما الواجبات اللي عليه، عارف المسؤوليات اللي عليه. النهاردة التزام كمان بتشجيع اللعيبة طوال التسعين دقيقة، لا النهاردة الشكل حلو يعني. وكنا كمان واحنا في استوديو التحرير نتمنى نكون موجودين في المباراة في الملعب، لكن الحمد لله اكتملت الصورة. الحمد أيضا لله. شكر الكابتن محمود الخطيب للعيبة، لعيبة النادي الأهلي اللي بعد مباراة صن داونز لقت يعني هجوم قوي عليها، لكن بشكر اللعيبة ازاي قدروا يلموا الدنيا تاني. كان الوقت قصير ما بين مباراة صن داونز ومباراة القطن الكاميروني حوالي 6 أيام، فالنهاردة اللعيبة الكبيرة قدروا يلموا الدنيا تاني، جهاز الفني قدر يلم اللعيبة تاني علشان نشوف المكسب في مباراة القطن، وبعد كده اتفتحت تاني أو تجدد الفرصة للنادي الأهلي. فالنهاردة واجب أو شكر برضو بنشكر اللعيبة اللي هم زي ما حطوا اللي يعني كان في موقف صعب وكانوا عايزين يقولوا لا ده الموقف الصعب ده لا ده علشان الظروف اللي احنا اتحطينا فيها، كان في ضغط المباريات، كان مباراة المقاولين التلات أيام، كانت ظروف احنا كانت صعبة علينا وتحطينا في الموقف ده، فاحنا بايدينا تاني كلاعيبة النادي الاهلي رجعنا نخرج من المأزق ده. وايضا يعني كان الشكر برضو لمجلس اداره النادي الاهلي، الناس اللي اشتغلت كلها خلال الفتره السابقه، وكان العمل في صمت صح، ما اتخذناش لحته التوتر ما بين الاهلي وما بين الهلال السوداني، وكانت في ناس عايزه تاخدنا للحته دي مزبوط. لا العمل كان داخل النادي الاهلي كله عارف الواجبات اللي عليه المسؤوليات اللي عليه، وكان العمل في هدوء وهو دي افضل حاجه. صحيح. انت عايز تقول لي بقى كولر والفتره القادمه. هو فعلا، بس قبل ما نتكلم عن كولر نروح لزميلنا محمد توفيق ولقاء مع حسين الشحات نجم النادي الاهلي. من جديد بتواصل معاك كابتن ايمن وضيوفك الكرام وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، الف مبروك الفوز، نتيجه كبيره وتاهل مستحق للنادي الاهلي مع واحد من نجوم المباراه في ظل ظروف صعبه كان موجود النهارده مع زملائه وكان ليه دور كبير جدا في التاهل والفوز واحراز هدفين. كابتن حسين الشحات في البدايه بتعازي كل جمهور النادي الاهلي ليك والزملاء في الاستوديو كابتن ايمن شاوي وضيوفه الكرام وكل جمهور النادي الاهلي، انت دايما كنت راضي لوالديك وربنا كرمك، ويمكن في ظل ظروف صعبه ربنا طبطب على قلبك النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم، الدوام لله طبعا، يعني الحمد لله على كل شيء هي دي سنة الحياة، وربنا يرحمه رب إن شاء الله ويجعل سوى الجنة إن شاء الله بإذن الله، فربنا يرحمه. والجونين دولت أنا بهدله ليه والمكسب بهدهم له بس، بس فتحياتي للاستوديو وشكرا لكم جدا حبيبي. شكرا.
كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع كابتن حسين الشحات نجم النادي الاهلي وصاحب الهدفين الثاني والثالث النهارده. فرحه كبيره جدا هنا كابتن ايمن، فعلا جمهور النادي الاهلي هو اللاعب رقم واحد ودايما عند الميعاد ودايما زي ما قلنا بيرسم اجمل لوحه هنا في استاد القاهره في كل استادات مصر. كمان كابتن ايمن اتفضل. نروح مره ثانيه وكابتن محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ولقاء خاص ونشوف قال ايه بعد المباراه. مليون مبروك يا كابتن ايمن لكل جماهير النادي الاهلي. النهارده جماهير النادي الاهلي بتثبت ان جماهير النادي الاهلي دايما عند الموعد. دور كبير جدا للدوله المصريه، دور كبير لمجلس اداره النادي الاهلي. الصوره بتكتمل النهارده بصعود النادي الاهلي. معي في هذه الاثناء الاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. استاذ محمد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. يوم في حب مصر، يوم في حب النادي الاهلي. الف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك لجمهور النادي الاهلي والشعب المصري. النهارده النادي الاهلي بيمثل مصر، الف مبروك ليهم كلهم. النهارده ملحمه من الجمهور، ملحمه من جميع المؤسسات المصريه يعني في الدوله كلها اسهمت في انها يخرج المباراه بهذا الشكل. يعني معنويات كبيره للاعبين لما لقوا الاستاد مليان زي ده، وبدايه طيبه ان احنا ان شاء الله لرجوع الجماهير بعد ما الاستاد مليان على اخره، كل حاجه في التنظيم في احسن شكل. يعني قبل المباراه كل افراد المنظومه قدموا دورهم وادوا دورهم. كنا منتظرين دور اللعيبه في ارض الملعب، الدوله المصريه، القيادات الامنيه، الجميع تجاوب مع نداء النادي الاهلي. اعتقد زي ما قلنا النهارده بدايه نبني عليها كتير. النهارده الاستاد زي ما بقول لك مليان على اخره، مفيش مكان لحد يحط رجله، وكل حاجه ماشيه في احسن شكل، والامن ما شاء الله كل حاجه منظمه، تنظيم جيد جدا. دور كبير جدا لكل مؤسسات الدوله، بنشكرهم جميعا. مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك للعيبه والجهاز الفني ومجلس اداره وكل الناس اللي اسهمت في ان الماتش يخرج بالشكل ده. كلمه اخيره لجمهورنا النهارده. ان شاء الله باذن الله نفضل مكملين ورا فرقتنا، وان شاء الله باذن الله نقدر بطوله افريقيا السنه دي النادي الاهلي باذن الله. محمد وبالتوفيق باذن الله. ان شاء الله اشكرك مستر. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. يوم في حب مصر، يوم في حب النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي رسمت الملحمه، كمل الملحمه النهارده لعيب النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن شريف بيتكلم مستر كولر عن المرحله الحاليه. عايز تكلم يا كابتن اسامه تاني؟ ماشي. ما هو اسامه قال لك يا كابتن اسامه، انا قلتها مخصوص هو في الحقيقه. خلاص اعمل سكيب. اتكلم طبعا عن الفتره اللي جايه، وقال احنا هنطوي الصفحه دي النهارده، صفحه افريقيا، والاهم دلوقتي بالنسبه له في هذه المرحله مباراه غزل المحله القادمه في الدوري ان شاء الله. انت عندك العشر ايام اللي جايين دول مهمين جدا. انت طبعا النهارده مبروك للعيبه ويحتفلوا والجمهور يفرح. انت كلعيبه وكجهاز فني من بكره عندك تمرين، خلاص بتقفل الصفحه دي تماما، خلاص دوري ابطال افريقيا حققت الهدف بتاعك. عندك مباراه يوم الاربع امام غزل المحله، مباراه قويه في الدوري صح. وانت ليك هدف تاني مهم السنه دي، استرجاع الدوري للجزيره مره اخرى طبعا، وانت ماشي الحمد لله بخطى ثابته في الدوري. لسه ما خدناش البطوله، لكن مباراه الاربع المباراه القادمه مع غزل المحله هتكون مباراه مهمه جدا صحيح. بعدها مباراه نهائي كاس مصر امام بيراميدز. فانت النهارده عندك 10 ايام بثلاث بطولات مختلفين. النهارده انت حققت اول هدف في دوري ابطال افريقيا الصعود. عندك المباراه القادمه مباراه مختلفه في بطوله ثانيه الدوري العام، وليك اهداف كبيره فيها. يوم 10 مسابقه اخرى مع بيراميدز نهائي كاس مصر بطوله صح. فانت عندك 10 ايام مهمين جدا، نتمنى ان شاء الله التركيز، محتاجين كل اللعيبه، الجهاز الطبي عليه دور النهارده، والجهاز الاستشفاء اللعيبه ازاي في خلال 10 ايام دول. انت بتلعب ثلاث مباريات، واحد ويوم على ما اعتقد يوم 5 ويوم 10. فانت النهارده في 10 ايام ثلاث مباريات، هيبقى فيهم مجهود كبير صحيح. فيهم تركيز كبير، فيهم ضغط، بتلعب كل مباراه على المكسب. فانت من النهارده خلاص انت مبروك. بكره بندور على اهداف جديده، طموحات جديده، محتاجين كل اللعيبه نقفل صحيح. الصفحه، وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي الفتره الجايه باذن الله رب العالمين. نروح مره اخرى لزميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. يلا من جديد برحب بيك كابتن ايمن، ضيوف الكرام وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك الفوز بثلاثيه نظيفه والصعود لدور الثمانيه، وكعهدنا دايما بالنادي الاهلي عند الموعد. لاعبين وجمهور النهارده وجهاز فني ادوا المهمه بنجاح. كابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق معانا بعد انتهاء المباراه، الف مبروك كابتن سامي. اشتغلتوا، يمكن كان في لعيبه كتير غايبه عنكم، ولكن اشتغلتوا، يمكن ده اعتمدتوا كمان على اللعيبه اللي كانت موجوده معاكم في فتره التوقف الدولي بشكل اكبر، والنهارده اداء اكثر من رائع ونتيجه رائعه والحمد لله صعدنا لدور الثمانيه. اولا مبروك لجمهور النادي الاهلي، يعني اللي حصل النهارده ده حاجه كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي. الدعم دوت
والتشجيع دوت، واعتقد اللي هو اكبر نجاح لينا وعوده الجماهير ديت تدينا قوه وتدي اللعيبه قوه، واعتقد ان احنا بنهدي لهم الفوز ده، وده اقل حاجه نوعدهم ان شاء الله ان احنا هنقاتل ان شاء الله الفتره اللي جايه عشان يساعدهم اكتر اكتر، بس نتمنى ان يكونوا موجودين معانا دايما في الماتشات اللي جايه ان شاء الله. كابتن سامي، يعني اشتغلتوا خلال الفتره اللي فاتت بمنتهى الهدوء، كان في سيستم شغالين عليه احنا كنا متابعينكم في التدريبات، والنهارده كله اتنفذ في المباراه، يعني كلمنا بقى عن الاستراتيجيه والفلسفه اللي لعبتوا بقى النهارده. زي ما انت اتكلمت، يمكن الراجل من فتره كبيره جدا استعدادنا للمباراه، ازاي نقدر نسجل اهداف، ازاي نقدر نحافظ على شباكنا النظيفه، وده اللي اشتغل عليه الحمد لله. يعني حتى في التغييرات النهارده الحمد لله ادتنا اضافه كويسه، كان عندنا فرص كتيره جدا يعني خصوصا في بدايه الماتش، وده اللي الراجل اتكلم عليه ان احنا نستغل الجمهور في اول 10 دقائق اللي احنا نقدر نضغط على الفرقه ونقدر نستغل الضغط الجمهوري دوت عليهم. واعتقد كان عندنا فرص كتيره جدا قبل ما نسجل الهدف لكهرباء، حوالي فرصتين او ثلاث فرص يعني قبل ما يجيب الجول، لكن الحمد لله طبعا على النتيجه وعلى التاهل. انا عارف تاهل صعب شويه، لكن الحمد لله اللي احنا حققنا الهدف، ان شاء الله تفكيري يبقى مختلف الفتره اللي جايه، وان شاء الله مزيد من النجاحات ان شاء الله. الرساله تقولها للاعبين النهارده في ظل تحقيق الفوز، في ظل كل هذه الظروف الصعبه؟ اشكرهم طبعا على الجهد دوت والتعب دوت والتصميم اللي هم عاوزين يحسموا المباراه، والنتيجه كبيره جدا، لكن بقول لهم برضو ان احنا لسه قدامنا مشوار كبير جدا، ان شاء الله تكونوا قد المشوار دوت وتحققوا ان شاء الله حاجه كبيره جدا للجمهور العظيم اللي كان موجود النهارده. اخيرا بقى الجمهور، اعتقد ما فيش كلام يوفي جمهور النادي الاهلي حقه، لكن تقولي للجمهور النهارده اللي كان مؤمن بيكم ومساندكم طول ال 90 دقيقه وما كانش عنده اي شك في تحقيق الفوز النهارده؟ هو جمهور النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي، يعني بعد ربنا هو الداعم كبير لينا، هو اللي بيكبر اسم النادي، المنظومه كلها معموله عشان جمهور النادي الاهلي يكون مبسوط. اعتقد النهارده عملوا رساله كبيره جدا وقدموا للعالم حاجه راقيه جدا في التشجيع وفي التواجد، ورغم النهارده رمضان يمكن ناس كتيره جدا فطرت بره عشان تبقى ورا فرقتها، فاعتقد كل الشكر ليهم وكل الدعم ليهم، وان شاء الله ان شاء الله مزيد من النجاحات ليهم ان شاء الله. شكرا كابتن سامي، ثلاث خطوات على النهائي مستنيكم ان شاء الله في المباراه. شكرا شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع كابتن سامو قمصان المدرب العام للفريق النادي الاهلي، الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، دايما النادي الاهلي عند الموعد، دايما النادي الاهلي في المقدمه. كلمه للكابتن ايمن، اتفضل. شكرا جزيلا زميلي العزيز محمد توفيق. محمد يعني ما بيسيبليش مساحه ان انا اتكلم. نرجع تاني لزميلنا محمد توفيق ولقاء مع كابتن مروان عطيه نجم النادي الاهلي. من جديد متواصل معاك كابتن ايمن، وتغطيتنا مباراه الاهلي والهلال السوداني والتاهل لدور الثمانيه والفوز بثلاثيه نظيفه بعد انتهاء المباراه. معانا كابتن مروان عطيه، واحد من نجوم المباراه النهارده. يا مروان، كان في ثقه من الجهاز الفني فيك وجمهور النادي الاهلي فيك، مباراه كبيره اكتر من 50,000 متفرج موجودين في الاستاد، وكنت عند الميعاد وكنت احد نجوم المباراه النهارده. الحمد لله، بشكر الجهاز الفني وبشكر اللعيبه على الاداء النهارده وعلى المكسب وعلى الصعود لدور الثمانيه، والحمد لله يعني قدرنا نتخطى يعني مهمه صعبه جدا، واكيد يعني الاهلي قادر على الحاجات دي من زمان، والحاجات دي على طول يعني الاهلي بطل الازمات وبطل المواقف الصعبه، والحمد لله قدرنا نتاهل ونفرح الجمهور الحمد لله. مستر كولر على طول في محاضرات معاكم سواء نظريه او كمان بالفيديو، اتكلم مع مروان بشكل شخصي قال لك قبل المباراه؟ لا، بيتكلم معايا بشكل ايجابي جدا، العب لعبك ما تقلقش، العب زي ما انت عايز، خد راحتك في الملعب، والحمد لله يعني زملائي بيساعدوني وانا بساعدهم، وكلنا هنا على قلب رجل واحد، والحمد لله قدرنا نصعد الحمد لله. يعني مروان، استكمال لكلامك، انكم كلكم على قلب رجل واحد، انت تقريبا احدث عناصر منضمه للفريق في يناير، ولكن كل الناس الجمهور كمان مش بس النقاد بيتكلموا ان مروان بقاله سنين في النادي الاهلي. الحمد لله، والله ده فضل وحمد من عند ربنا، يعني بشكر ربنا عليه، وده نتيجه شغلي وتعب، والحمد لله انا اول ما جيت النادي اللعيبه ما حسسنيش فعلا ان انا غريب، ودخلت في الاجواء بسرعه، وكان في لعيبه يعني معايا في المنتخب، والحمد لله كلنا اخوات وحبايب وكلنا بنحب بعض، وزي ما انت شايف في الملعب يعني كلنا على قلب رجل واحد يعني الحمد لله. جمهور الاهلي اللاعب رقم واحد النهارده واللي ما فيش كلام هو في حقه، تقول للجمهور النادي الاهلي النهارده؟ اقول لهم شكرا على المسانده ديت، وعلى كل واحد جه من محافظه شكل، وكل واحد تعب معانا عشان جدا دايما تعب معانا، وباذن الله باذن الله. شكرا مروان، دايما موفق، ومستنيكم ان شاء الله في المباراه النهائيه ان شاء الله باذن الله. حبيبي حبيبي، سلام. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع مروان عطيه نجم النادي الاهلي، يا رب دايما في انتصاراته وفي بطولاته دايما النادي الاهلي يبقى في المقدمه ويبقى دايما رقم واحد. الكلمه لحضرتك كابتن ايمن، اتفضل. يا رب دايما بصراط، وزي ما قلنا وزي ما احنا عارفين دايما الكره المصريه هو الكبير النادي الاهلي. ترجع توفيق تاني كابتن؟ لا خلاص توفيق، خلاص خلص علينا توفيق، خلص البرنامج. ربنا يكتر لقاءاتك وانتصاراتك يا رب ان شاء الله. كتر توفيق دايما موفق ان شاء الله. الدنيا منوره يا رب. زي كهربا نورها والشحات حسمها
الحمد لله. الله عليك يا كابتن شريف. لا والله الناس اللي بعتك. الله عليك يا شريف. الله عليك. ولا كان كابتن شريف بالمره بقى عشان نختم توشيح بقى. لا لا لسه مش دلوقتي. خلاص ما انا قلتهم نجم الماتش اليوم. ما انا قلتهم نجم مباراه اليوم. عايزين واحد بس. كهربا نوره. لا لا عايزين واحد بس. واحد بس. والراجل مروان ده النهارده شال الليله كلها. لو تدي نجم المباراه لواحد منهم تديها لمين؟ هديها للشحات. مبروك 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 الشحات يا كابتن. لحسين الشحات. مبروك للشحات يا كابتن. انا بقول لك فاصل نجيب محمد توفيق. نجم مباراه اليوم حسين الشحات طبعا. كابتن احمد دلال. حسين الشحات. كابتن اسامه حسن. جمهور النادي الاهلي اختلف. لا لا عايزين حد جمهور النادي الاهلي. الجمهور ده نجم نجم بيقوم بنفس الدور بيقوم بكابتن عادل عبد الرحمن. لا هو نفس الدور مين النهارده؟ اقول لك جمهور النادي الاهلي. لا لا ده بره الملعب. ايوه ده بره الملعب. طول عمر جمهور النادي الاهلي هو النجم. خلاص لكن جوه الملعب اتفق مع الكباتن حسين الشحات. حسين الشحات بارك الله فيك. حسين الشحات اطلع فاصل بسرعه يا كابتن. حسين الشحات هو نجم او رجل مباراه اليوم. هنروح لفاصل نرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس والحديث عن الحالات التحكيميه. انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. منورنا كابتن. تحياتي لك كابتن ايمن. تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن بلال وكابتن اسامه حسني. الف مبروك النادي الاهلي كابتن النهارده. كل سنه حضرتك طيب الاول يا كابتن. كل سنه وانت طيب. صحيح. مكاسب كتيره جدا جدا النهارده كابتن علاء حققها النادي الاهلي بدايه من هو صعود لدور الثمانيه. فرحه الجماهير المصريه النهارده في الملعب ودي كانت اجمل حاجه النهارده كابتن اسامه. صحيح. يعني بجد احنا من فتره مش شفناش جماهير كابتن شريف بالعدد الكبير ده. جماهير على خلق. النهارده شفنا التشجيع، تشجيع مثالي، التزام. بشكر طبعا الجهات الامنيه، بشكر كل مؤسسه الدوله كابتن علاء النهارده على المجهود الكبير شفناه النهارده خاصه وزاره الداخليه وكل من عمل في تامين هذه المباراه. الحاجه الثانيه مهمه جدا ان انا يمكن خلال الاستوديو يمكن فرصه ان انا النهارده ببارك للكابتن محمود الخطيب النهارده بكل مجلس الاداره. والنهارده بقول له يعني الف سلامه كابتن النهارده على صحتك وان شاء الله باذن الله ربنا يتم شفاك على خير وترجع لنا ان شاء الله بالف الف سلامه في الفتره اللي جايه. نروح للمباراه النهارده كابتن ايمن للحكم الموريتاني. حكم صغير في السن لحد النهارده افريقيا بيديله كابتن اسامه مباراه كبيره قوي قوي. خلي بالك مباراه صعبه على سلم الترتيب النهارده نتيجتها من غير الفار بتبقى مشكله وعلى الحكم خاصة لما يكون حكم صاعد كابتن شريف حكم واعد. اتحاد افريقيا النهارده كان عنده الجرأة وهو دوت اللي احنا بنتمناه النهارده في الدوري المصري كابتن ان احنا ندي حكامنا الصغيرين وما نخافش. ادي الحكم وادي له مباراة صعبة وادي له اختبار حقيقي. هو النهارده الحكم طبعا مر بالمباراة بشكل جيد كابتن شريف. مفيش أخطاء قوي ونقدر ان هو محظوظ أيضا كابتن أسامة مفيش اختبارات داخل الصندوق. ودي خلي بالك بتبقى عليها عامل كبير قوي قوي في مثل هذه البرد. ولكن بشكل عام هذا الحكم النهارده ادى كابتن علاء. ولكن كان عندي ملحوظتين يمكن هنجيب الحالات ونشوف هو عنده مشكله صغيره يجب ان هو يطور من ادائه فيها وهي معيار البطاقه. صح. البطاقه الصفراء معيارها كان النهارده في عدم توازن خاصه حواري بطاقتين يعني انا اعتقد ان هم ما لهمش اي مبرر. بطاقة لشناوي بطاقة لعلي معلول في الوقت اللي كان فيه بطاقتين لابد ان هم يشهروا في لعبة عمرو السولية الراجل اللي طلع بالركبة ولعبة محمد عبد المنعم اللي هو استخدم فيها الزراعة. ولكن بشكل عام النهاردة التحكيم مر وعبر بأقل الأخطاء النهاردة كابتن شريف. عبيز بو حكم صاعد بقول له يعني تمنيتي ليك بالتوفيق الفترة اللي جاية تكون افضل وتطور من ادائك خاصه في العقوبات وخاصه في التحرك والتوقع وقراءه اللعب. اول حاله هنشوفها معانا النهارده ويمكن معانا هنا حاله هنا المساعد رقم واحد. على فكره هذا المساعد النهارده كابتن شريف عمل مباراه رائعه جدا جدا جدا. حتى في الهدفين الثاني والثالث لحسين الشحات كان رائع جدا جدا في استمرار اللعب. يمكن عنده لعبه في الدقيقه 92 يمكن دي اللي خلت الشكل مش حلو قوي. اللعبة الوحيد اللي عنده في دقيقة 92 اللي هو أشار على تسلل على الشحات وكان متغطي تقريبا بأكثر من خطوة. ولكن هنا أول حالة تسلل هنا تسلل موجود على لاعب النادي الهلال دي كانت للمساعد رقم واحد اللي هو حمدين
اللي كان يعني انا شايف النهارده تميز وعنده لعبه في الدقيقه 92. الحاله الثانيه انا هنا برضك بقول له يعني هنا محتاجين الخبره، يعني الحكم محتاج الخبره. الدقيقه هنا بدري قوي قوي، الشناوي ابدا عمره ما هيضيع وقت لو انت كحكم وعندك القراءه والخبره. الراجل النهارده يعني هيضيع وقت ليه؟ ده هو المفروض ان هو عاوز يكسب. بالظبط معايا كابتن اسامه. فانت النهارده بتحذر الشناوي، وده انا شايف ان هو كان استعجال. ما تضغطش اللاعب في بدايه المباراه كحكم وتخليه ان هو تستعجله في الوقت اللي هو ما بيعملش اي شيء لاضاعه الوقت، وده كان قرار طبعا متسرع من الحكم. زاد علي معلول بنفس اللعبه دي. بالظبط بالظبط بالظبط. ما انا عطل اللعب واداله برضه نفس الكلام ده اللي انا عاوز اقوله، ان دي الخبرات بتفرق يا كابتن اسامه. هذه مباراه كبيره، لابد انك انت كحكم تبقى على مستوى المباراه الكبير. عندي هنا حاله مهمه جدا، وهنا يعني بنتكلم على معيار البطاقه، ودي لعبه ربيعه تقريبا. هنا الراجل داخل في الحذاء او داخل في الانكل من تحت، وهنا في تهور واضح جدا جدا. دي من ضمن البطاقات اللي هو كان المفروض النهارده يشيرها للاعب الهلال، وطبعا هو حسب المخالفه وما اشهرش البطاقه دي. اول حاجه زي ما انت قلت يا كابتن، هو بعده عن المسافات اللي انت بتقول يحسن من نفسه الفتره اللي جايه فعلا توقع. فدي حاجه من الحاجات اللي هو ما خلوش قدر يدي البطاقه. بالظبط كده. هنروح للحاله اللي ثانيه، وبنتكلم برضك ايضا عن العقوبات الانضباطيه، ونشوف هنا كابتن في لو احنا معانا ماتيريال هنا، اللاعب ده هنا استخدم الذراع في وجه محمد عبد المنعم، ودي تفصيلتها انذار مفيش فيها كلام. وهنا نشوف الحكم يمكن بعيد شويه، هنا الايد اهي باينه، وهنا ذراع في الوجه، وهنا احتسب المخالفه ايضا وما اشهرش البطاقه. دي ثاني بطاقه كابتن ايمن. الحاله اللي بعد كده هنشوفها، وهنا بنشوف بقى هنا كابتن هنا اللعبه اللي جايه ديت للحكم المساعد رقم واحد. شوف هنا القطع من الشحات في المكان في الوقت اللي اتحطت من عمر السوليه، وهنا المساعد هنا كان حاضر. اي مساعد النهارده من غير الفار كان ممكن يرفع، ولكن هنا المساعد النهارده تميز في ان هو خلى اللعبه توصل، وده الهدف يمكن الاول الثاني للشحات. وانا بحيي الشحات في هذه اللعبه ان هو قطع في الوقت المناسب، كان عارف كويس قوي قوي المكان اللي هو كان فيه وحاسس بالمكان، وبالتالي هنا تميز للشحات وتميز ليه الحكم المساعد رقم واحد. شوف حتى المساعد للحكم هنا بيبص هنا، اول ما بص بيبص على الحكم المساعد في راي ولا ما فيش، ولكن هنا استمرار اللعب وده كان الهدف الثاني، بحسبه للشحات تميز للشحات. دي اللعبه اللي بنتكلم عليها بقى كابتن، دي ما فيش فيها صول. صح. يعني هل من المعقول حتى احنا بنجيب الفيديو تيست كابتن بلال للحكام لما تيجي لعبه زي دي بالشكل دوت؟ يعني اعتقد ده اقل ما يجب انك انت ده اقل ما يجب طبعا. خلي بالك هنا في ركبه داخله في الظهر مظبوط، وفي قفز وفي مسافه، والراجل جاي من مسافه، يعني فاول واضح جدا جدا، لابد ان كان يشهر فيه البطاقه الصفراء، ولكن طبعا هنا عنده مشكله في معيار البطاقه الصفراء رغم ان هو كان هنا قريب في هذه الحاله. حالة بعد كده ونشوف هنا ايضا هنا بشوف الشحات فينا كابتن، الشحات هنا خط الدفاع هنا الهلال اخر واحد على خط منطقه ال 18، وهنا في لاعب مغطي، وهنا الشحات ايضا شوف هنا المكان. وده اللي بنقوله اللعيبه دايما المهاجمين، خليك دايما تربط ما بين لحظه اللعب وموقف التسلل، وحط عينك على المساعد وحط عينك على اخر تاني مدافع. هنا اتعملت بشكل جميل جدا للشحات، سند ودخل وعمل التمويه وحط جون، كان الهدف الثالث. بقول النهارده الهدف الثاني والثالث نفس فكر حسين الشحات في التوقع والتمركز. بعد كده شوف الحاله اللي جايه ديت ايضا، دي عند المساعد رقم دي اللي انا بتكلم بقى فيها كده. يعني انت عملت الصعب كله كحكم مساعد رقم واحد، وجيت في الحاله ديت هنا رحت رافع تسلل على حسين الشحات، ودي الحاله اللي يمكن الوحيده اللي انا بلومه فيها. رجل لاعب الهلال مغطيه جدا جدا، على الرغم ان شوف التمركز هنا، التمركز هنا شوف هو تمركز رائع، يعني التمركز، ولكن الربط ما بين لحظه اللعب وموقف التسلل يمكن هي دي اللي خلت الحاله دي حاله باستثناء المباراه كلها، يمكن الحاله دي الوحيده اللي عند المساعد رقم واحد. هنا كان يجب عليه ان هو يعني يشير باستمرار، ولكن اشار بالتسلل. نشوف بشكل عام كابتن ايمن، تاني بنقول حكم مر بالمباراه، مفيش اختبارات يا كابتن بلال في داخل الصندوق، ودي بتسهل مهمه الحكم. ايضا زي ما قلنا ان سلوك اللاعبين داخل ميدان اللعب كان ليه دور في ان الحكم النهارده يظهر بشكل كويس. اخيرا تاني بنقول مبروك كابتن على المباراه، مبروك للجماهير تاني، ومبروك لكل مؤسسه الدوله بامانه النهارده
قدمنا شكل رائع جدا جدا متميز، لان الجماهير ترجع تاني كابتن علاء، ونتمنى ان الجماهير ترجع تاني من خلال هذه المباراه الجميله. نتمنى التوفيق طبعا للتحكيم بشكل عام والتحكيم المصري بشكل خاص. ممكن دي كانت اخر حاجه معنا. شكرا جزيلا كابتن مصر، امتعتنا كالعاده. شكرا كابتن. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل نهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والهلال السوداني في ختام دور المجموعات لبطوله افريقيا الانديه ابطال الدوري، والتي انتهت باكتساح النادي الاهلي لشقيقه الهلال السوداني بثلاثيه رائعه. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي العظيمه، نجم مباراه اليوم، النجم الاول في مباراه اليوم. والف مبروك لاداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني على التاهل لدور الثمانيه عن جداره واستحقاق. ان شاء الله ال11 في الطريق. فترة قادمة فترة صعبة، ولكن قادرين إن شاء الله لعيبة النادي الأهلي إن هم يعبروا عندنا زي ما قالوا كابتننا، مباراة مهمة أمام غزل المحلة في الدوري، استعادة الدوري إن شاء الله شيء مهم جدا 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 بيلعب عليه لعيبة النادي الأهلي السنة دي، وكذلك نهائي كأس مصر أمام بيراميدز الأسبوع القادم إن شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهاردة وأمتعوني، كابتن شريف عبد النعيم، شكرا كابتن أمتعتني. بشكرك كابتن ايمن، ومبروك لجماهير النادي الاهلي وادارته وجهازه الفني ولاعيبته، وعقبال اللي جاي ان شاء الله وافضل باذن الله. يا رب ان شاء الله كابتن باذن الله. كابتن سامح حسني شكرا يا كابتن، امتعتني. الحمد لله وعقبال اللي جاي ان شاء الله يا كابتن. يا رب ان شاء الله. مبروك للنادي الاهلي. كابتن علاء مجيد شكرا يا كابتن. شكرك ايمن، ومبروك للنادي الاهلي التاهل، ومبروك للوحه الجميله اللي رسمها جماهير النادي الاهلي النهارده، وكل الشكر لمؤسسه الدوله. لا النهارده كانت تجربه ممتازه رائعه، ما فيهاش اي خطا الحمد لله، وتبقى ان شاء الله بدايه لحضور الجماهير ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. كابتن احمد بلال شكرا يا كابتن، امتعتني. ربنا يخليك كابتن ايمن، مبروك للنادي الاهلي، ويعني وده المعتاد عليه، ان في وقت الازمات بتلاقي فرقه النادي الاهلي وتلاقي جمهوره معاه واقف في ظهره. مبروك للاهلي ان شاء الله، وتبقى دي الانطلاقه ان شاء الله لل11 باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى. واستوديو تحليلي آخر لكم مني، أطيب المنى وورقة حياتي.